السويد ده حاجة وحشة قوي يا حاج، السويد ده حاجة وحشة. طب نقعد بس نتكلم بهدوء افهم ايه اللي حصل. طب ده اخوكي ابنك؟ عشان افهم منك بس، عشان ابي الشرم، عشان الولاد بس معلش. قولي لي طب يا حاجه ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل انا بشتغل، انا بروح الشغل بشتغل، هو جاي من بره بيقول لها انت جيت يا ماما الشغل؟ قلت له اه يا عمرو تعالى يا حبيبي زي ما بقول لك كده، تعالى يا ابا تعالى مش شغل. قال لي لا تعالى انا عايزه. قلت له قول يا حبيبي. قال لي يرضيك يباسم يضربني بالمتوه ويقطع لي الجلابيه. قلت له خرابي انا اجيب لك بدالها يا ضناي بدالك، بس ما تطلع لهمش تطلع لهمش يا حبيبي. يعني هو كان مضروب بالمطوه ساعتها؟ لا يعني ساعة ما قالت كان مضروب بالمطوة خلاص. ساعة ما جه من بره كان مضروب بالمطوة وقطعت له الجلابية العباية بتاعته دي. بقول له انا ايه؟ طب تعالى يا حبيبي تعالى يا ضنايا. جه قال لي لا انا طالع وهدف على راس الضرب. طب من هنا لبيتنا راس الضرب ده لما طلع دوكا واقف مع صاحبه كان ما هيمشي يروح، راح دوكا جاي داخل بيه بايه؟ بالمكنة. راح ايه واقع، لما وقع ما فيش حد يحوش يغتني انا ومرات ابني وبنتي، احنا الثلاثه بس واشرف بس، ما معناش حد غير كده، والشارع كله شاهد بالمنظر ده. جيت انا بقول له طب تعالى نروح الجيس هنكرع عربيه ونروح الجيس يرجعها معانا. عشان ايه؟ عشان حصل ايه؟ ده سوق المكنه يعني؟ لا عشان مضربة، عشان ضربة الحريم، ما انا مش عايزاه ييجي. لا انت هتروحي الاسم عشان ايه؟ عشان خناقة الحريم؟ عشان مضربة اللي يرجعوهم عنا، عشان يرجعوهم عنا. ما كل شوية يدونا بالسلاح، كل شوية يدونا بالسكاكين، ورحت لابوه كذا مرة حبات على راسه. هي اصلا الخناقة بين مين ومين؟ الخناقة من مراته؟ ها؟ من مراته دي؟ دي لا مش من مراته دي. من مراته ديكها. في اتنين؟ ما هو متجوز اتنين، ما فيش حاجة كان ما هيروح. دي أم الأربعة؟ أم الأربعة موجودة يا قلبي وشاهدة معانا. دي مش أم الأربعة؟ لا دي أم دين، دي أم دين.
وانما شهيد دامل والدول الثلاثة دول امهم موجودة. عايشين مع بعض كلكم؟ عايشين مع بعض كلهم؟ عايشة بيتهم كان هيروحها، كان هيروحها، واتفقنا معاهم وانا رحت لبها البيت وهي جات وكلمتنا وما فيش اي حاجة خالص. هو متخانق مع مراته الاولانية؟ لا ما تخانقش معاها، ده بيبقى ابوكوا كان بيبعت لكم ايه؟ بيدوكوا كل يوم قد ايه؟ بس مش عايش معاهم، عايش هنا. بيبعت لهم مصاريف ومش معوزهم حاجه، مدرسه، لبس، اكل، شرب، وفراخ مشويه ايه؟ سمك. لكن عايش مع مراته دي. وبيبقى يجي ويروح لهم. ولا سبب الخناقه ايه؟ مراته الاولانيه؟ مدنيا؟ لا. مين الستات اللي اتخانقت مع بعض؟ اللي كانوا اللي اتخانقوا مع بعض كانت مرات باسم في السوق. مع مين؟ في السوق بتشتري حاجه. ايوه مرات باسم مع مين؟ ما اتخانقت مع مين؟ مرات باسم اتخانقت مع مرات خالد. هي مين دي؟ التانية؟ التانية. بسألك قلتي لا. ام العيال دي؟ مش ام دول. يعني الخناقة بين مرات الراجل المتهم ده ومرات ابنك التاني. ابنك اللي توفى ده كان بيدافع عن اخوه ومراته. لا كان رايح يصالحهم مع بعض. ايوه بسلامة. مش بيدافع، رايح يصالحهم مع بعض. كريم اتصل بيه وقال له تعالى ده احنا الجماعة هيصلحوا مع بعض. راح لهم بصف نية، راح كلمة من باسم وكلمة من عم، راح ماسك عمرو هناك بضربه ومبهدله في بيت كريم واخوه، والناس اتكترت عليهم سلكوهم من بعض. راح قال له انت بتشتمني يا ابن كذا وكذا، وراح ما شده كده بالمتوه وقطع له الجلابيه وسابه وجه. وده مشي مدين خيانه، دي مشي على سكنه وعمري سابه دكهم وجام على هنا. جا بيقول لي فين شايفه الجلابيه يام؟ قلت له مالها يا عم؟ قال لي ده قطع لي الجلابيه وضربني بالمتوه. ده مين اللي ضربه بالمتوه؟ باسم ومحمود كانوا هناك. لما طلعوا بقى لما طلع بره وقال لك رايح مش عارفه فين، طلع بره على البيت وقلتي خلاص احنا هنروح الحكومه. هيمشي، فكرت انه هيمشي. قلت له تعالى احنا نكرع عربيه ونروح القسم نجيب لهم مباحث يرجعهم عنا، بدل يا حبيبي ما يضربوك باي حاجه. قال انا همشي، اقف شويه ومشي. ما فيش ثواني على يد بتوع الشارع، واذا جه بالمكنه راح خبطه موقعه. هي الوقعه، ابني ما قامش تاني. ده حالا جايب المتوه ضربه في نغزه في جنبه، والتاني بالطلقه في رقبته. موت وقعوا بالمكنه وبعدين ضربوا بالمتوه تاني؟ وقعوا بالمتوه، وقعوا وضربوا بالمتوه، وعلى طول الطلقه ورا المتوه. ابني قال اين هي الاين. هما اتنين اللي عملوا كده ولا واحد؟ التلاته على واحد. التلاتة ده مع بال ما جه لقى اخوه مغطيينه ومستنيه لما نركبه يجيبوا له الاسعاف يشيلوه. ده جري منهم، جري وراه، ضربوه بالطلقة وفتحوا له هنا وضربوه هنا. وانا بقى اتلهيت بقى ما اعرفش انه بيضربوا في ده. اتلهيت. وهو لما كان رايح يصالح بينهم ايه اللي الموضوع قلبه خناقة؟ ما هم يتحملين بقى من عمرو وخالد، من زمان عايزين يضربوا خالد وعمرو. ايه؟ ما عرفش، ولا بنضربهم على يد الشارع ولا بنكلمهم. انا بروح لمين؟ جدك لما كان عيال رحت له ايه؟ اهي وديته ايه؟ وايه علاقة جد، ايه علاقة جوزك انت بيهم؟ علاقتي بيهم عشان دول. مش فاهمة يعني هم قرايبكم؟ مراته، مرات عمري الأولانية هناك في بيت ابوها، ممدول اخواتها اللي موتوا. ايه ما انت ما قلتيش كده، ما قلتيليش كده من الاول. احسن منين هعرف منين؟ يعني اخوات مراته الاولانيه هم اللي عملوا كده. اخوات شيماء، باسم واحمد ومحمود. عشان ايه؟ عشان اتجوز عليها ولا ابدا؟ عشان ايه؟ ده هم متحملين من زمان بيحاربونا. هتشرب. هو مطلقها ولا لا؟ ولا مطلقها ولا حاجه. هي عايشة معاهم؟ هي عايشة معاهم. وبيبعت لهم فلوس. لكن مش مطلقة؟ لا مش مطلقة، وبيبعت لهم أكل وشرب. والناس كلها قالت له بره ما تدهمش فلوس، قال لي لا ده عيال هصرف عليهم يوم.
انا عيالي لحم لهم وجسم لهم. مفيش خمس دقايق عبال مرات ابنه ما طلعت فوق لقيته مزنطر قدام الباب. مفيش ثواني وابني باسم ده موته واحمد ومحمود. مفيش على العتبة دب وبقى ماشيين بالسكاكين في الشارع. يبقى يخبطوا ولا لا؟ ايوه عم. ويقول له اختي دي اللي بره فهتسكتي ولا كومك زيه. وراح قال على القهوه روحوا شوفوا الضحيه اللي في الشارع. انا عملت لكم ضحيه العيد في الشارع على عمرو ده. انتوا العيال هنا بقى خدتوا العيال ولا ايه؟ ما العيال كانت هنا، العيال مش سايبيننا بيجوا. العيال برضو بيجوا. يعني العيال دلوقتي عايشين هناك؟ اه هناك وهنا. وبيجوا بتجوا فين؟ هنا. طول ما امكم هناك مين بيجي هنا؟ بتاكلوا فين يا ده ساره؟ مين اللي بيديكم المصروف؟ ولو ابوكم ما اداكوش مين بيديكم؟ انا زعلتكم ببعت لامكم ايه؟ يا هم عايشين فين دلوقتي؟ هم بيتهم اهو. عايشين مع امهم يعني؟ اه احنا بقى جبناهم اهو. اهو كانوا عايشين معاها بس في ود معاها هي مش معاهم هم. بقى يجوا هنا ويروحوا. بس هو ما بيروحش لمراته خالص. لا ما غضبانه بيروح بيكلمهم عادي. ما بيروحش لمراته خالص. ما بيروحش لمراته. الخناقه بقى بين مراتك انت؟ يعني مراتك هي السبب في كل ده؟ عبد رب اللي هو مضروب ده بالنار ده ربنا في العالم. ومراتك؟ قابله مين؟ مرات عبد رب اللي هي بطه ومرات باسم دي. قابلهم في سوق الايه؟ سوق الجمعه اللي هو عندنا سوق بتاع جمعه. المهم شدوا مع بعض فكريم اتصل. ايه شدوا مع بعض ليه؟ هي مرات باسم ضرب مرات عبد رب وفجع على عينه. ليه؟ هي مضربه قديمه هما كده بيضربوا ما بيضربوش الا بالنار. يعني ايه بسبب ايه؟ مش بسبب حاجه، عشان لما مؤاخذه عيال صغيره اتضربوا مع بعض هنا في الشارع وراحوا متضربين مع بعض وعوروا بعض. الناس سابت لهم البيت وايه؟ ومش من هم انا سايبه. سابوا بيتين وقفلوهم وراحوا ماشيين من هنا. فالمهم جم قابلهم في السوق محمود عبد ربه ده اتحبس، خد 3 اشهر يعني اتعور واتحبس. فهي قابلت مين؟ قابلت مرات عبد ربه اللي هي هويده. فبتقول لها ها حبسناه عورناه عجزناه وحبسناه. فالمهم شدوا مع بعض. فكريم اخوها اتصل بمين؟ كانت هي غضبانه عند كريم. فاتصل بالله يرحمه عمه. فبقول له يا عمرو والله حصل من مرات اخوك 1 2 3. قال له خلاص ده عندي. كان الكلام دي الجمعه. ليه كلمه ما كلمكش انت؟ ما هو عشان له دلالنا، عشان نسيبه. له دلال عند مين؟ عند عمرو. فلما كلم عمرو قال له خلاص هنجي لك بالليل. فرحنا له هنا دلال ايه ده متجوز عليها وبيروح لهاش؟ ما هو متجوز عليها عشان كانت هربانه. مش قعدوا 2 سنين في عبد ربه ده هربانه بره؟ ما نعرفش حاجه والعيال الساليه كمان اهي. سالي دنيا ما كناش نعرف عنهم حاجه ولا هو يعرف عنهم حاجه. ليه راحوا فين؟ طفشوا، قعدوا 2 سنين بره. ليه؟ عشان عبد ربه اللي في عين عينه. ايه؟ مين عبد ربه؟ اللي هو ضربينه بالنار في عين عينه الواحد. مين ده تقرب لكم ايه؟ اللي بيتفرشفونا ولا يعرفوا مين باسم ولا يعرفوا مين عبد ربه؟ عبد ربه ده عديل انا. فما ضربوه بالنار هربوا بره. وانتوا بتضربوا بعض بالنار عادي وبالسكاكين؟ انت وشك بايظ برضو خالص. من الخناقه المره دي؟ اه انا ما بضربش، انا مش بتاع مضاربه، انا راجل ارزاقي. يعني الخناقه بين مراتك ومرات واحد فيهم؟ مرات باسم. فراح عمرو يصلح بينهم؟ هي اخت مراتي. فعمرو راح يعدل. شتموه شتمهم. ومراته عارفه بقى لها 10 ايام اللي هي شيماء دي اختهم، عارفه بقى لها 10 ايام ان هم هيموتوا عمرو. ليه عارفه منين؟ ما هو قالوا لها لو روحت هنموته لك. ليه؟ هو مش عارف. روح فين تتصالح معايا؟ اه ان هو يتروح. ما هي المروح بتاعها كان يوم الحد. واللي يعز ويذل ورحمه عمرو واللي يعز ويذل ما في حرف انا بزوده ولا بكذب عليكي. والعيال دي كمان شاهد. هم ممسوكين دلوقتي؟ 2 ممسوكين، باسم واحمد ومحمود هربان. سكاكين ايه؟ كان محمود طلع فوق بعد ما ضرب بابا. طلع فوق خد كان معاه سكينتين الواحده كده.
وقال شيلي بس دول عشان هتتعوري كده. الشنطة وراح حطتهم فيهم وجاب بس السكاكين دي بين ايديكوا هتتعوروا يا جماعه. وراح خد الشنطة وراح دخل. انا عايز اسالك حاجة، هو انت عموما لما كنت قاعدة مع ماما السنتين اللي رحت مشيتي فيهم دول، مشيتي في رحتي فين؟ عند بابا. بابا مين؟ عمرو. انت رحت معاهم ولا لأ؟ يعني تفشتي مع مامتك مدة طويلة قوي ورجعت في الفترة دي، مامتك كانت بتقولك ايه على باباكي؟ ما كانش بكل حال، كانوا باسم واحمد. قصدي يعني كانت بتتكلم عليه كويس ولا وحش؟ كان بتكلم على كويس. كانت تقول لنا يا ابوك يا كان ابوك يجي يروحنا. انا موافقة. اخواتها هي اللي كانوا واخدينها؟ وراح محمود جه بعد ما خد الشنطة راح مسك سكنتين، هو نازل على السلم راح عامل كده. شفتي باباكي وهو بيتخانق؟ لا. طب اخواته كانوا بيحبوا باباكي؟ اخواتها هي؟ لا، كانوش بيحب بابايا ولا عمي. لكن هي كانت بتحب بابا، فلما حصل اللي حصل راحت معاه المستشفى وسابتهم. طب هي فين دلوقتي؟ عند بيت عمها. ده اللي هو فين؟ عند لسه. هو اتقبض عليه؟ انت محمود وباسم، احمد وباسم، محمود طبعا. بنقول لك تيجي بتقول لا ما تجيش. ليه ما تجيش؟ ليه؟ المفروض ان انت تلم بقى لحمه اخوك. مش دي لا مش دي مرات اخوك وميت وهي على ذمته؟ هو طيب. كان اصلا نادر حاجه لله ان هو يجيب. طيب يعني اخواتها اتسجنوا دلوقتي وجوزها مات، المفروض انت اللي تشيلها، مش تقول ما تجيش هنا. مش هي ام العيال برضو؟ طيب. ما عمي واحنا طلعنا حياتي شفتي. انت شفتي يعني وهو اللي بيحصل؟ معلش ما تخافيش. ضربوا بالسلاحين في صدره، ضربوا بالبيت ودخل عليه بالمكنه نقاط الحمامه وموته. راح خد التلج وموته. اتدور لب، راح عمل كده وغلا، وراح رجع دمي من المناخير ومن حنكه. ماشي الله يرحمه. ويقول اسكت انا رقدك ريحه، وكل اللي يكلمه بيقول اسكت انا رقدك ريحه. وجي طلع عليه 4 مرات. ده بيت المتهمين اللي هم اخوات الزوجه. معرفش انتوا فهمتوا ولا لا. هو اتجوز واحده، الواحده دي ليها اخوات، اتجوز عليها واحده تانيه. اللي حصل ان مرات اخو القتيل اتخانقت مع مرات احد المتهمين، ضربوا بعض، وبعدين اتدخل الاخ الكبير اللي هو عمرو وقلبت خناقه وصلت للقتل. هل هم قتلوها عشان متجوز على اختهم، ولا قتلوها عشان خناقه السوق اللي بين الستات، اللي دايما نقول ان الستات سبب في ان الرجاله تموت بعض، وستات في عين بعض وعاملين حاجات غريبة جدا. هل ده يعني كان انتقام من انه اتجوز عليه، ولا هو اتجوز عليها عشان هي مشيت سنتين، ولا ايه اللي حصل؟ ومشيت سنتين هي وعيالها عشان كان في خناقة برضو، هما ضربوا طلقة في عينين عديل اللي مات ده فهربوا. ¡Gracias!
طب نقعد بس نتكلم بهدوء افهم ايه اللي حصل. طب ده اخوكي ابنك؟ مساء الخير عليكم صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. انا اسفه ما طلعتش امبارح، كنت مريضه. ايه مريضه دي؟ طحيانه. شايفين صوتي عامل ازاي؟ هنتكلم النهارده مره تانيه وثالثه ورابعه وخمسه عن الزواج. هتقولي بتكرري نفسك؟ لا مش بكرر نفسي. كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها بنحاول فعلا 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 ان احنا نوصل لحل. كتير بنعمل حلقات ويجي تليفونات ويقول لك اصل اختاريه متدين، اختاريه بيعرف ربنا. طب اللي بيعرف ربنا ده بيروح يتجوز على مراته. اختاريه كريم وجاي من بيت كويس. سقي بنختاره كريم من بيت كويس وبعدين فجأة تلاقي الدنيا تحولت خالص. حب وعشق وسنين وخطوبة وبعدين محكمة أسرة ونفقة وبهدلة. ودلوقتي الجديد بقى فيديوهات على الإنترنت وواحد يفضح مراته ويهددها ويحط نمرها على مواقع إباحية، واللي أخواته بيقتلوه ولا أخوات مراته بيقتلوه. ولسه هنشوف القصص اللي جاية عاملة إزاي. هتقولي يعني انت بتسودي الدنيا؟ مفيش حد مبسوط يعني؟ ما بشوفش حد مبسوط. يعني حتى اللي باين مبسوط ما بيبقاش مبسوط. يا ست قاعده عشان يتصرف عليها، يا راجل قاعد عشان عياله. تلاقي رجاله هما مع بعض بيشتكوا جدا مر شكوى من الستات، والستات وهما قاعدين مع بعض بيشتكوا مر شكوى من الرجاله. وناس كتير قوي تقول لك ايه نظام الجواز ده اصله فاشل. انا الحقيقه بحس ان الكلمه دي حرام. يعني طبعا انا هستنى تليفوناتكم عشان انا قلت لكم قبل كده ان انا اخر واحده اتكلم في الموضوع ده. انا لو عارفه ايه الصح كنت عملته. ولكن ما ينفعش نقول على نظام ربنا حطه انه نظام فاشل، لان ربنا الله سبحانه وتعالى نظم كل حاجة. لو احنا مشينا على اللي ربنا بيقوله بالظبط مش هيبقى عندنا اي مشكلة خالص.
هتمشي الحياه منظمه. عشان كده كتير لما تسافر بره يقولك يا عم دول المسلمين اكتر مننا، دول بيعرفوا ربنا اكتر مننا، لانهم ماشيين على ربنا قالوا النظافه من الايمان، النظام، الموده والرحمه في التعامل، رفق بالحيوان، كل الحاجات اللي ربنا ورسوله عليه الصلاه والسلام وصى بيها. حتى عايزه اقول لكم حاجه، معلش يعني انا واحده يعني بلبس عادي، يعني باجي هنا طبعا التلفزيون لابسه بكم وكده، لكن انا ممكن في الصيف البس كات بنص كم، ممكن البس فستان سواري مفتوح شويه. هو غلط، غلط هتعمل هو غلط، يعني هو مفروض دينيا غلط، بس الواحد ما بيبقاش عمره فج. دلوقتي لما بتخرج في اماكن حتى في كافيهات او حاجات، بشوف بنات وستات لابسين حاجات غريبه قوي. يعني قصدي ليه ابتديت ان انا بلبس مفتوح؟ عشان انا مش بتكلم على انهم بيلبسوا مفتوح، لا بيلبسوا فج. يعني كل حاجه بتبقى طالعه بره عادي، قصير جدا 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 وماشيه في الشارع، مثلا رايحه كافيه في مصر الجديده، محزق قوي قوي قوي، وهو جسمها مش بتاع المحزق ده خالص خالص، يعني ثقة بالنفس غير طبيعية تودي في داهية، كل حاجة مدلدلة وكرش وبتاع، وتلاقي الفستان ضيق وخلاص ومش مصدقة نفسها، يا أرض أنا هدي عليكي قد، ولازم لما أبص لحد فيهم والله ما قصدي عليك تروح بصين فول تحت اللي هو بتسبق. يعني ليه بقى بقول لكم الكلام ده؟ إن حتى بره ها بقوا بيلبسوا احسن مننا والله. يعني ما تلاقيش المنظر ده غير في الحاجات اللي فيها مثلا فتيات ليل او كده، لكن الناس عموما في الشارع لا، جينز وتيشيرت واسعه، مفيش مكياج، شعر ملموم، مش عارفه ايه، مفيش البهرجه اللي بقت عندنا في الشارع. يعني تدخل اي كافيه دلوقتي ولا تدخل اي مكان تلاقي مهرجان، مكياج 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 مكياج، وشعر شعر شعر، ولا شعر احمر ولا زيادة قوي. والستات اللي فاهمة ان ده بيحليها لا بتبقي وحشة قوي، بتبقي وحشة قوي والله، ومنتقدة ومش لطيف، وحتى لو ملفتة بتبقى ملفتة بشكل مش حلو. يعني قصدي اقول لكم ايه، زي ما بقول لكم مفيش ربنا ما قالش حاجة نمشي عليها وهي مش صح. فهو اذا كان ربنا قال الجواز ده النظام اللي نعيش بيه والمودة والرحمة، فهو حط لنا النظام الصح، ايه بقى اللي احنا بنعمله غلط عشان يحصل كده؟ انا معرفش ليه الخيانة، معرفش ليه الزهق، معرفش ليه ممكن توصل للقتل. طب ما ربنا حط لنا، امال المسيحيين يعملوا ايه؟ طب احنا المسلمين ربنا حط لنا رخصة ان احنا نتطلق، نقول ثانك يو فيري ماتش خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. ليه القتل؟ ليه اقتل جوزي؟ ما اسيبه او يسيبني؟ ليه اقتل مراتي؟ انا هستنى تليفوناتكم عشان بقول لكم انتوا، انا عايزه وصفه للناس اللي لسه هتتجوز، اللي خلاص اتجوز اتجوز، واللي اتعور اتعور، اللي جايين بقى بنتي وبنتك، نقول لهم ايه؟ والله العظيم انا بعد العمر ده كله وبعد كذا تجربه فاشله، انا ما عارفه اقول لبنتي ايه. يعني انا مش لما ببص لورا كده مش عارفه انا اتعلمت ايه، ايه اللي حلو وايه اللي وحش، ايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب، محتاجه ذكاء ولا محتاجه دهاء، محتاجه صبر ولا محتاجه لؤم، محتاجه طيبه وحنيه ولا محتاجه قلاطه. عايزه اقرا لكم بوست، معلش انا كده بخرج عن النص، بس كان في بدون ذكر اسماء يعني خبر عن حد اتجوز جديد خلاص، ولقيت صورتهم على الانترنت انه واحد اتجوز اعلاميه وحاطين صوره مراته الاولانيه
بغض النظر دي حرية شخصية، محدش عارف اللي بيتجوز على حد ده ظروفه ايه ولا حاجة، بس الست اللي كاتبة الكلام كاتبة ايه بقى؟ كاتبة كلامي عام ما يخصش اشخاص بعينها، ولكنها صدفة صورتين بيثبتوا نظريتي اكتر واكتر. هي حاطة صورة الزوجة الاولى، ست محجبة جدا وكبيرة في السن وكده وقورة جدا، باين عليها يعني صبرت سنين مع الراجل ده، وبنت صغيرة وحلوة وشعرها اصفر وبتاع تحت. فبتقول الصورتين بيثبتوا نظريتي صح. اوعي تعليه وتقللي من نفسك، اوعي تقفي جنبه من غير ما تأمني نفسك منه، عشان لحظة الغدر القاسية اوعي تسندي عليه. سندك هو ربنا الأول، وابنك وبنتك أحيانا بيبقوا بمليون راجل، وسلاحك في الدنيا هو قرشك. اوعي تفتكري انه بيشلك وقفتك جنبه وحبك وتحملك الوحش قبل الحلو، والصبر على تقصيره في حاجات كتير والتماسك والأعذار ليه. اوعي تستبعدي الصورة دي عن حياتك، خليها دايما قصادك، وعرفي مليون المية انها مش اوحش منك ولا انتي احسن منها. اللي منهم ربنا بيديه من رزقه وبيخاف من ربنا بيتجوز، واللي ما بيخافش من ربنا لمؤاخذة مش هعرف اقولها قوي على التلفزيون، بس يعني انه بيبقى مش نظيف. انتي وحظك ونصيبك، توقعي الاسوأ عشان الصدمة والكسرة وجع القلب وحش قوي. الله يكون في عونها من الوجع اللي عايشاه بقالها كام يوم. بالنسبة اللي بيقولوا مش يمكن الغلط منها، انتي ايه عرفك؟ وانا احب اسأل الزوجة الاولى، يا ترى ايه الغلط اللي عملتيه في السن ده وبعد العمر ده وبعد اللي استحملتيه ده، عشان يكون ده جزائك ان خلاكي تشوفي ابو ولادك وعشرة عمرك وهو بيعمل فرح وبيتزف على غيرك. عملتي ايه عشان عقابك يكون بالقسوة والوجع ده؟ عارفين عملت ايه؟ حبت بضمير واخلصت بضمير، وكانت طيبة وحنينة، وفنت شبابها ومستقبلها برضو بضمير، عشان واحد ما يستاهلش وهو قدر بصراحة وكافئها مكافأة هتفضل تفتكرها طول ما هي عايشة. أشعرتني في إيه؟ زي ما بقول لكم، الجواز أول تاني واحد يتجوز على واحد، دي حرية شخصية كل واحد أدرى بظروفه. ولكن اللي أنا بتكلم في كلامها إيه؟ ساعات كتير فعلا ستات بتغلط إن تعتبر إن جوزها سندها. ساعات كتير ستات بتغلط لما ما تتجوزش وتفني حياتها لبيتها ويبقى مفيش في إيدها قرش، فتتحوج وتتذل في يوم من الأيام. ساعات كتير الست بتتضر لما تبقى واثقة جدا في اللي قدامها جدا، وفجأة تلاقيه خنجر في ظهرها طالع من الناحية التانية. لحظة غدر بتيجي في لحظة، والبيعة بتيجي في لحظة، والواحدة بتبقى مش مصدقة. بيطلعوا الخبراء يقولوا لك بتتكلم عن نفسها كتير وبتاع، وده غلط إعلاميا وبتاع. معلش هغلط مرة كمان. أول حياتي خالص، أول يعني أول مرة اتطلقت فيها، كان عندي صدمة، اتصدمت. فاكرين أنا في سنة من السنين أقول لك أنت كنت تخينة؟ أنا كنت تخينة سنة واحدة في حياتي، تخنت فيها 45 كيلو في 3 شهور. جالي حاجة اسمها eating disorder، كانت نتيجة اكتئاب نتيجة الطلاق. ليه بقى؟ لان انا كنت صغيره متخيله ان كل السعاده في الجواز، وان انا لو دخلت المطبخ وتعلمت كل الطبيخ وعملت كل الاكل ونظفت البيت والولاد بقوا كويسين ووديهم جنينه الحيوانات الصبح، وبعدين بعد الدوره وديهم تمارين الجمباز، وبعدين اروح اعمل عشاء لجوزي وولادي، وبعدين انا كده زوجه فظيعه. في حد بيتكلم في التليفون تاني في اللوكيشن، اقوم له؟ ها؟ طب دي قلة أدب. لسه بيتكلم على فكرة. اتشتم وعادي قاعد. ماشي. عجائب وطرائف، ده ولا اسمه إيه؟ جلال علام. ربنا يمسيه بالخير. المهم يعني، يا رب افتكر كنت بقول إيه. فالصدمة جت في ايه؟ انك متخيل انك بدل طيب وحنين ولطيف وبتعمل كل حاجة كويس، تقول حاضر وكده، خلاص ما يعني هتبقى وحش في ايه؟
بتطلبش امكانيات اكتر من امكانياتك وبتاع. طلع ان انا لا، كنت عيله صغيره عندي 19 سنه ومش عارفه العب ست، يعني على طول بالتريننج ولما شعري مش حاطه مش لعبه ست. اه في البيت ست بيت هايله، بس الحته دي سقطت مني. انا بعد ما كبرت كده يعني بفسرها كده، يعني ممكن تكون ما كانش كده. كنت رومانسية جدا ومش عارفة ايه وبتاع، وكنت ناسية ان لازم مثلا يبقى في اهتمامات عندي، يعني اعمل حاجة غير ان انا ابقى واهبة حياتي للي قدامي فيحس بخنقة. طلع ان الاهتمام الزايد بالراجل ده بيخنق مش بيسعد. طلع ان وصلت تكلمني لما توصل، طب طمني عليك، طب لا اله الا الله، طب مش عارفه ايه، ده كل ده حاجات بتنفر الراجل. لو ما اتكلمتيش واتقلتي بقيتي بتخرجي مع اصحابك ومش مبينه له ان هو كل حاجه في حياتك وعندك اهتمامات اخرى وعندك شغلك وعندك ناسك وعندك مجتمعك، ده جذاب اكتر. الحقيقه بتقول كده، فهي فعلا زي ما بتقول ان لازم نخلي بالنا. بس طبعا في نماذج كويسه وفي رجاله بتقدر وكل حاجه، هما فين ما اعرفش. اكيد في، هنلاقي دلوقتي تليفون جاي لنا اكيد حد من الجيل القديم يقول لنا لا ده احنا كويسين وجمال وكل حاجة، يا رب اسمع تليفون من الجيل الجديد. لكن انا بس بقول لك خلي بالك، خلي بالك انك دايما تبقي محضرة نفسك لأي حاجة في الحياة. اوعي تفتكري ان في حاجة دايما، اوعي تثقي في حد 100%، اوعي تتسندي على حيطة واحدة، تسندي على ربنا وعلى نفسك، تسنديش على حد صدقيني، ولا صاحبة، ولا تعتمديش على ان انت بتخرجي مع صاحبة كل يوم، ما تعتمديش على ان انت باباك ده سندك في الدنيا، لان مفيش حد قاعد لك، انت قاعدة لنفسك. لو حضرت نفسك كل الصدمة مش هتبقى كبيرة قوي. ما بقولش اقعدي خوني، ما بقولش توقعي الوحش، بس خلينا نفهم الدنيا صح، هي مش وردية زي ما احنا كنا فاهمين أو متخيلين للأسف الشديد يعني. طيب لغاية ما تحضروا التليفونات مين؟ طب ناخد أميرة قبل ما نتكلم. أميرة أستاذ رهنا، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. أنا بجد بتابع الحلقات بتاعتك كلها والله، مبسوطة باللي أنت بتعمليه. ربنا يخليك يا رب. بس أنا عندي مشكلة. اتفضلي. انا عندي مرات اخ متجوزه بقالها 7 شهور، وبعدين اهلها اتخانقوا معانا وكده وخدوها سقطوها في المستشفى وعملوا بلاغ ان اهلي يعني ابويا وامي واخويا الكبير هم اللي ضربوها وسقطوها، وعملوا بلاغ. جيت قرير ازاي ما اعرفش ان هي مضروبه مع ان ما حصلش. ايه اللي بيوصل بقى الحاجات لكده؟ انا مش فاهم، واخوكي فين في كل ده؟ ما اعرفش، هي عايزه تقعد لوحدها تقعد، احنا ما قلناش لا. ايوه اخوكي فين؟ اخوكي فين في كل ده بقى؟ ما اعرفش، اخويا زي ما يكون هي، بصي زي ما يكون هي ملاك عنده، هي مغيبه خالص، هي مخليه اخويا ده. انتوا كنتوا قاعدين في بيت عيله يعني؟ ايه؟ قاعدين في بيت مع بعض؟ ده البيت اصلا ما فيهمش غير هما اتنين، جوزها واخويا الكبير، واخويا الكبير ده وانا عمله اللي محدش عمله. يعني عملي انا وهو اللي محدش عمله. يعني لو ابويا كان صرف علينا جنيه هو صرف علينا 10. اخوك الكبير قاعد معاهم في نفس الشقه؟ لا في نفس البيت، هو بيت 3 ادوار. بعدين اهلي مش ناس يعني ان هم محتاجين، اهلي ناس مبسوطه جدا. احنا دلوقتي عايزه حل، بتسلط جوزها على اخويا وامي، وابويا مريضه القلب يعني والدتي مريضه القلب. جوزها ده اللي هو اخوكي؟ ايه؟ جوزها ده اللي هو اخوكي صح؟ اخويا الصغير. بتسلطوا على امي واخويا الكبير يضربهم، فتح دماغ اخويا مرتين وضربوا وبهدلوا، وغير كده كمان يعني والدتي مريضه قلب مسك حديده وقعد يضربها على رجليها، وفتح الانبوبه عليهم مره واثنين وثلاثه، والناس بتيجي يقولوا له انت غلطان في اللي انت بتعمله. هو طبيعي يعني طبيعي يعني ولا بيتعاطى حاجه ولا؟ لا اخويا حاطط سيجاره ما بيشربهاش، ما بيشم ريحه الدخان، ما بيطقوش.
مش مهم. لا ما بياخدش حاجه خالص، والله والله ما بياخد حاجه خالص، اخويا طبيعي جدا. طب عايزه ايه، نصالح بينكم يعني ولا عايزه ايه؟ انا عايزه حل، انا عايزه حل. هو اول حل يا جماعه المصالحه، عيب قوي عيب قوي. اخوات انت بتقولي جوزها وما بتقوليش اخويا، ده هو اخوكي قبل ما يكون جوزها. بس من اللي هو عمله ما بقاش اخويا. لا ما فيش حاجه اسمها كده، نفهم بس في ايه. ما اكيد انتوا ضايقتوهم في حاجه برضو. والله ما ضايقناه، والله والدتك بتتمنى لهم اللي غيرته. طب معلش عشان يعني خاطر مامتك بس لازم نخلص الموضوع ده. ما اكيد زعلانه ان اخوكي برضو بعيد عنها كده. اكيد انا امي ما بتنامش. انا مره رحت حضرت لهم المشكله، بعيشت فيها وبهزقني تهزيق فظيع لدرجه ان قعدت اسبوع ما بنامش بتخيل قدامي ان هو جاي بيذبحني انا وعيالي. يا مدام رهام بجد. ايوه انتوا اصلا اصل الخلاف معاها هي ايه؟ الخلاف من غير سبب، هي نزلت من فوق من شقتها. يعني اخويا الكبير بيتكلم هو ومراته وامي، ولا في مشاكل ولا في اي حاجه، هي نزلت من فوق تقول الفاظ فظيعه وشتيمه وتهديد. مش ممكن يكون من غير سبب؟ بتروح عند اهلك غلط، ما غلطش. هو طردها يعني؟ ايه؟ طردها يعني. يعني هو غلط لما قال لها لما احنا نبقى بنفس الشتيمه اللي انت قلتيها دي، واهلي ما عرفوش ربنا فعلا واهلي عملوا كده، يبقى تيجي تقعدي في البيت. بعدين دي مش أول مرة، أنا بنتهم الوحيدة على ولدين محرمين أخش البيت، أنا ما بخشش بيت أهلي، ورغم إن بيني وبينهم ما فيش 10 دقايق أنا ما بخشش البيت. طب يلا يا غادة بقى اطلعي الطلعة دي، خلاص ارجعي طيب، وإحنا نشوف الموضوع ده عشان خاطر مامتك بس. هو ده بقى هو ده بقى اللي بقوله، ومحاضر وسقطت وضرب حد يكلمني يقول لي بيحصل كده عشان كده، لما نيجي نتجوز نختار كده، متجوزين وقاعدين في بيت عيلة ومفيش اي مشكلة، ودي نزلت شتمتهم ودي راحة عامل لهم محضر في الاسم، ودي راحت سقطت نفسها وقالت هم سقطوها. في حاجة غلط. اشكي بقول لكم ده موضوع مهم جدا 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 نتكلم فيه، لان في حاجة غلط. لغايه بس ما نجمع التليفونات واوريكم الحاجه العجيبه جدا اللي جايه دي. انا الحقيقه كتير قوي ناديت على التبرعات، كتير قوي في برومو القلب، قلت ان حضروا برومو القلب من فضلكم، قلت ان ممكن وانا بكلمكم دلوقتي نفقد الولاد دول. ومن ساعه ما زعنا البرومو ده فقدنا ولد وبنت، ما لحقناش نعمل لهم عمليات. هتقولي طب احنا تبرعنا، ما مش مكفي، مش مكفي، والولاد والبنات قاعدة بتموت. أول امبارح فقدنا محمد سليمان. تقولنا صورته كده بفضلكم. الولد ده كان موجود في البرومو بتاع القلب، كان محتاج جراحة دقيقة جدا في القلب، كان مفروض يسافر فورا، كانت هتتكلف العملية 42,000 دولار، يعني حوالي 700,000 جنيه. كان عندي 35 طفل، اتبرعتولي صفرت 15، دفعت فلوس 5 فقط، وعليا دين ب10، وفي 20 طفل مستنياني لو فضلوا مستنياني. احنا داخلين على رمضان واي مستشفى هنا هتعالج اي حد، ففي كتير ممكن يتبرع لها، لكن الناس دي لو ما سافرتش هتموت، ملهاش علاج هنا. وفكرة ان احنا نحسس اهاليهم بالعجز ده حاجة قميئة جدا. عايزة انقذهم باسرع وقت ممكن. الكلام اللي انا بقوله ده موجود في وزارة التضامن الاجتماعي، موجود في المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. الفلوس دي ما بتدخلش صبايا الخير، احنا ما عندناش جمعية خيرية، ما عندناش حسابات. الحسابات دي بتاعت الحكومة، بتاعت وزارة التضامن الاجتماعي، ما بيطلعش فلوس غير بتأشيرة الوزيرة. العمليات دي نجحت، عملنا أكتر من 550 طفل. من 550 طفل فقدنا 3، نسبة كويسة جدا، وطبعا الأطباء كلهم يفهموا إن دي نسبة كويسة جدا، دي مش نسبة أساسا، لكن على الأقل إحنا نعمل اللي علينا. لكن فكرة إن يبقى الناس هنا
قاعده مستنيه الفلوس وبتموت عشان ما فيش فلوس. حاجه وحشه قوي، حاجه وحشه قوي ان نبقى 92 مليون نسمه ومش عارفين نساعد 20 طفل عشان يطلعوا برا مصر. تعالوا نزيع برومو نفتكر الناس اللي كل يوم او كل 5 ايام اكلم في التليفون اقول لهم شيلوا فلان من البرومو لانه توفى، اللي فاضلين اهو. طفل اللي محتاجين يعيشوا، مش هقول محتاجين يعملوا عمليات، اللي محتاجين يعيشوا. انت اكيد حاسين بيه. انا مش فين وعارفين. ربنا ما يحرمكم لحد ابدا، ربنا يحافظ على عيالكم. يا رب. حس بايه؟ حس بالقدر. تمشي ولا بتبقي تعبانه؟ اول ما انزل على سلم شفايفي بتزرق ورجلي بتوجع. مش هتقدر تشرح لكم قوي هي حاسه بايه. اكيد مش هتحب تفرط فيهم بالسهوله دي، لان الولاد دول بين الحياه والموت. تخيلوا انكم تحيوا كل الولاد دي مع الرسول الى البلاغ. دي امانه انا ربنا بعتها لي، وانا بامنكم نفس الامانه. مشاكل في قلبه، عنده عيب خلقي، شرايين مختلفة، ضمور في الشرايين، عنده صمام في قلب، ما بيعرفش ياكل ولا بيشرب ولا ما هوش زي أي طفل خالص، ولا في مشي ولا في تحرك، وما بيمشيش لحد دلوقتي، وعنده 2 سنين وعنده 6 كيلو بس، فعلا جدا نفسي يشوفه زي العيال يمشي اتحرك. بقول لأهل الخير ان هم ما يشوفوش حاجه زي ديت، وربنا يصلح لهم يا رب. اقسم بالله وحياه ولادي بعتذر لك من قلبي، وربنا شاهد ان انا عملت كل اللي عليا، لدرجه ان انا في وهاتولي دكتور فتوح على التليفون دلوقتي عشان يبقى شاهد شاهده من اهلها قد ايه انا بكلمه كل شويه اقول له نصفر الناس من فضلك من غير فلوس، طب من فضلك يبقى علينا دين كذا، لو سمحت انا هكتب لك ورقه على نفسي ان يسافروا وانا اتحمل الفلوس في حاله انها ما اتدفعتش وانا ما حلتيش 5 صاغ. بحاول على قد ما اقدر. هاتولي دكتور فتوح من فضلكم. بتكلم في نص الحلقه ليه في الموضوع ده؟ عشان عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي. حصل لي مشاكل كتير جدا في حياتي، جدا المستوى الشخصي، مع ازواج اتحاربت، محاكم، نيابات، ناس تتفق توقعني، ناس تعمل لي كمان، ولسه موجودة وعايشة وكده،
بحاجه واحده بس، وهي اني فعلا فعلا بستمد سعادتي من سعاده الاخرين، ومش شكرانيه في نفسي، انا في عيوب الدنيا والله العظيم، في عيوب الدنيا، ولكن ربنا انعم عليا بالحكايات دي اني احبها بجد، احبها بجد من قلبي، وما اقدرش اعيش من غيرها. يعني ما اعرفش لو البرنامج ده واقف، يعني كتير قوي يقول لك تسيبك يا بنتي من النكد ده، ما تشوفي كل الناس قاعده بتستضيف فنانين ولاعبين، ما تسيبك من النكد ده. اقول لهم النكد ده هو اللي معيشني، النكد ده هو اللي مخلي عندي ايمان ان اي مشكله هقع فيها هبقى قويه وابقى كويسه. عشان كده انا بتكلم في نص الحلقه في كده، في ايه؟ جوازك، حياتك، عشتك، والله العظيم اللي بيعمل خير بيلاقي خير، والله العظيم، اقسم بالله، اقسم بالله. ان ساعات بيبقى فيه مثلا فلوس معينه المفروض اوديها حته معينه، وقدامي حاجه ممكن اتصدق فيها بسرعه، بس مش هيبقى معايا الفلوس الحاجه اللي انا هشتريها دي او عايزاها، ببقى متاكده اني لو حطيتها هنا ده هيجي لي اضعاف، وبيحصل. دكتور فتوح معلش انا بزعجك، انا عارفه انك بتنام بدري. لا ابدا، ازاي حضرتك؟ انا بس حضرتك. انا حضرتك طبيب وطبيب محترم، وانا يعني انا انت عارف قد ايه انا بنادي على التبرعات، وبقول انا ممكن اكون مش مصدقه عند بعض الناس، ولكن انا عايزاك تشهد شهاده حق. احنا علينا ديون قد ايه لبره مصر، وبنسفر ناس من غير ما ندفع فلوس ازاي، وبنفقد اطفال قد ايه هنا عشان مش قادرين نوفر لهم الفلوس بسرعه. والله يا حضرتك يعني انا يعني كلامي يعني مهما اتكلم مش قد موقف قدام ام او اب بيجولي في العياده، امهات كتير وابهات كتير. الواحد بيمسك نفسه، وانا هو يعني دكتور وكبير في السن، بمسك نفسي ان انا اولا انا عايزه اقول مين هو الدكتور فتوح. دكتور فتوح هو اللي بيجيب لنا الحالات من 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 مستشفى ابو ريش، او بينسق مع الاطباء وبيطلع على الاشاعات وكده ويسفرهم. انا بعتبر نفسي ان انا واحد بيتعاون مع البرنامج العظيم بتاع حضرتك ده، نتعاون في الخير كلنا، كل الزملاء في مصر كلها بدون مبالغه، من اسكندريه لحد اسوان. لو في حالات بتحتاج سفر للخارج، لان هي لفت في مصر كلها من اقصاها لاقصاها وملهاش حل، بدل ما نقول ايه يستنوا الوفاه، بنحاول ان احنا نساعدهم، بنبعت الحالات للخارج، بنشوف اذا كان في حاجه تتعمل او لا. في حالات كتير بتترفض اصلا ما بتنفعش حتى بره، بس في حالات كتير من اللي هي مرفوضه في مصر بينفع لها حل في الخارج، وبنحاول نساعدها. الاوقع الحقيقه ان حضرتك تتقابلي مع الامهات والابهات اللي بيقولوا ايه، بيموتوا كل يوم وهم شايفين اولادهم بينطفوا قدام عينيهم، وللاسف في بعض منهم بيتوفى نتيجه ان هم ما بيسافروش، ما بنلحقش نوديهم في وقت معين قبل ما يحصل فشل في القلب التام وما بقاش ليه حل. فطبعا يعني احنا بنعاني جدا. بالنسبه لحكايه ان احنا بنسفر الحالات من غير ما ندفع فلوس، ده احنا الحقيقه ده بقى واقع. يعني اقول لك حضرتك دلوقتي يمكن حضرتك متابعه معايا، احنا مديونين خلاص اكثر من 16 حاله سافروا، ولسه لحد دلوقتي بنحاول ان احنا نسدد الفلوس بتاعتهم. نقول ايه بالتقسيط يعني، او لما حين ميسره، يعني لما بيبقى يتوفر تمويل او تبرعات او كده بنبعت، لان احنا لو استنينا لحد ما نجمع زي ما كنا بنعمل زمان ونبعت الفلوس، يبقى ان شاء الله بقى الحالات اللي بتتوفح تبقى اضعاف اللي بيحصل. يعني انا بشكرك يا دكتور جدا على مجهودك معانا، ودكتور فتوح لا يتقاضى اي اجر. بنبعت له لو حد عنده ورم في المخ، لو حد عنده في حته مستعصيه في المخ. طبعا عندنا دكاتره مخ اعصاب هنا عباقره على فكره، عندنا هنا دكاتره شاطرين جدا، احنا بس عندنا ضعف امكانيات في المستشفيات، في الاي سي يو، في العنايه المركزه، وفي الاجهزه اللي بتستخدم في استئصال بعض الاورام من المخ وغيره بطريقه دقيقه جدا. خرجت انا بره السياق، بس كل اللي اقدر اقوله لكم والله العظيم وحياه ربنا،
أمانة بأمنها لكم. احنا داخلين على رمضان مش عارفين تشتري زيت وسكر ورز ومش عارفين قد ايه، معناه انا مش عارفه ايه الفرق. كل يوم بنتغدى الساعه 5 والساعه 6، هي بالظبط. فكره ان احنا مش هنبقى واكلين يعني سندوتش الفول ولا الطعميه بتاع الصبح، مش فاهمه ايه يعني بتجيبوا اكل كتير ليه؟ ما هو هي وجبه، هي وجبه زي الوجبه اللي بناكلها على الغدا بالظبط. فرع حبه صغيرين قوي عشان ولادي ما تموتش. يعني داخلين على شهر كريم وعارفه ان في جمعيات خيريه كتير قوي بتلم تبرعات، بس العيال دي غلابه قوي، مستنيين الموت كل ثانيه كل ثانيه. طيب نرجع لموضوع الجواز. معنا مين؟ عماد. الو. ايوه اهلا بيك. مساء الخير، ازيك يا مدام هيام؟ تحياتي لحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. فاهمه انت؟ طيب اتفضل. رمضان كريم على حضرتك وعلى كل الشعب المصري والعربي والاسلامي، يا رب يكون شهر كريم كده في التبرعات وانقاذ الحالات ويعني ما احنا مش على الشاشه فهنتنسي خالص، بس ان شاء الله ربنا يفتكرنا. لا يا فندم، بصي حضرتك انت، انا يعني بعتبرك كشاف ضوء في الوطن العربي لكل الناس اللي عيانين، وانت بتنيري الاماكن المظلمه وتحط ايدك على الجرح دايما، فان شاء الله ربنا هيكرمك وربنا هيبعت رزقهم يعني. ان شاء الله يا رب. وطبعا انا يعني عاوز اتكلم في نقطتين سريعا عشان وقت برنامجكم ومعاديني كده، عاوزين نعمل مداخلات طويله على الوقت. انجلستي في مليون تليفون غيري. الترابط الاسري، وانا كان في الاخت اميره بتتكلم قبلي بتقول ده جوز اختها ولا شيخ اختها في محضر اخوها، فين اخوها؟ كان زمان عندنا في شيخ حاره وشيخ بلد وقعدات عرفي وما كناش بنلجا لاسامي الشرطه، ما كناش بنروح. وغدا بتاع يوم الجمعه برضو نتلم كلنا وغدا يوم الجمعه. فانا يعني بكون حزين زي كده يعني. كان زمان انا لما اغلط في اخويا او اغلط في عمي الكبير اقعد في قعده فيها 50 راجل ويطلع عليا ان انا اعمل كذا ويحكم عليا قاضي العرف، او يبقى العيله ليها كبير يعني. هي بتقول ليهم اخ بالزبط. كبير هو اللي اتخانق مع مراته يعني. بالظبط. فحكايه المشاكل الاسريه توصل لمحاضر واقسام والعري الغسيل بتاعنا ينشر على بلكونات الاغراب بتزعل قوي، خصوصا ان تلاقي واحد قتل جوز اخته، قتل اخوه، قتل حاجات كده تزعل. وبعدين انت بتفتحي ملف خطير جدا بتحطي ايدك عليه، وانت دايما الباحث عن الحقيقه خلي بالك كالقابض على الشوك، فانت دايما ماسكه الشوك بايدك. تفتحي ملف المخدرات، تفتحي ملف التكاتك. برضو هقول لك على حاجه، يعني بستغل برنامج صباح الخير. طبعا بقول لك انت كشاف ضوء في الوطن العربي مش مصر بس يعني، وب 55 على فكره ماسك الخشب وانا بكلمك، لانك بسم الله ما شاء الله انا سافرت دول العالم. سد على ايه بقى؟ بيسالوني عن الاعلاميه ريهام سعيد يعني، فربنا يكرمك بالمغرب للصين يعني. فانا في منطقتي عندي مشكله كبيره جدا، انا بلاقي العيال السواقين التكاتك مش شايفه وشايلين بعضهم بعض سواقين تكاتك، في ناس كبيره على فكره شايله تكاتك. انا من الجيل القديم، انا الجيل انت بتقول حد يخش من الجيل القديم يتكلم، انا ممكن اكون صغير عندي 35 سنه بس جوايا قلب راجل كبير. الجيل القديم اللي هو بيحب يسمع نجاحات وام كلثوم وصباح، لكن النهارده بتقعد تقعد تتكلم في سباق تقعد تلاقيه يقول شغال لك فرتكه فرتكه مش عارف ايه، حاجات كده غريبه. بس انت ما بتحبش الاغاني دي؟ لا جدا جدا. ايه فرتكه فرتكه دي؟ دي جمله مفيده والله يعني، حاجات بس ساعات كده مش بتفرف يعني، مش بتفرفش طبعا، مش تقعد تسمعها، لكن يعني ما بتحبش مثلا لو لعبت يا زهر والحاجات دي. ممكن بص فاكره لما انت اتكلمت عن موضوع الحشيش كنت زمان اكتر حاجه نعملها الناس الكبيره قوي الجدود بتاعتنا يوم الخميس ام كلثوم. ام كلثوم ويشربوا سجاره الحشيش. لا النهارده بس كان حشيش بجد، مش حشيش مضروب زي بتاع دلوقتي. مش لا النهارده في حنه بيعملوا حنه حشيش. بص يا سواكين، عشان اوصل رساله لوزير الداخليه اللي هو مجدي عبد الغفار من خلال برنامج، يكون عارف ان وزاره الداخليه كلها بتتابع برنامج ريهام سعيد مع حفظ الالقاب زي اختي طبعا. سواقين التكاتك وسواقين عربيات مجهوله المصدر، انا بناشد وزير الداخليه وبناشد مدير امن الشرعيه، واكيد هو اتصلت بيه، وساد مدير اداره مرور الشرعيه، وحده مرور الحسنيه، وحده مرور الحسنيه اكبر مركز في محافظه الشرعيه، في نسبه تكاتك وفي نسبه عربيات مجهوله المصدر من غير الواح معدنيه، من غير الواح. هو في تكاتك بالواح معدنيه اصلا؟ لا بقول لك عربيات عربيات نص نقل من غير الواح معدنيه. مدام مرايه عارفه يعني ايه من غير الواح معدنيه؟ يعني ممكن يخبط الواحد ويجري محدش يعرف، ومجهوله المصدر ما لسه كنا
والتكاتك العيال اللي شايله السنج ومطاوي في العربيات اللي في التكاتك، واللي وتتوقعي مثلا ممكن يقول لك الاجره 3 جنيه زادت. نقطتك وصلت يا عماد، انا بشكرك جدا، بس انا عايزه اقول لك ان الموضوع ده موجود في كل محافظات مصر، السكاكين والسنج والمطاوي والعربيات اللي من غير الواح معدنيه والتكاتك في كل محافظات مصر. قبل بس ما نكمل التليفونات، انا عايزه عشان بس الناس تتكلم على جواز بطريقه يعني اقوى، فضلكم تدخلوا التليفونات الخاصه بالجواز بس دلوقتي عشان هنتكلم عن الجواز. جميل، حاجه جميله اسمها الجواز. تعالوا نروح نشوف يعني ايه زوج. معلش هناخد الزوج الاول اللي قتل زوجته الحامل في توأم. زوج قتل زوجته حامل في توأم ليه؟ محدش عارف. عشان ايه؟ محدش عارف. لا انتوا متخيلين يعني طلقها سيبها، شكك ان العيال دي مش عياله مثلا مع ان ده فيلم عربي، اتاكد في تحاليل، تقتلها وهي حامل في توأم عشان ايه؟ وعيني عينك. تعالوا نشوف. المشاكل الزوجية اتكلمنا فيها كتير قوي، وقلنا ان احنا لازم نلاقي حل. احنا ليه وصلنا لكده؟ انا نفسي والله ما بقتش عارفة، يعني ما بقتش عارفة مثلا لما بنتي تتجوز اقول لها ايه. اقول لها بي طيبة وكويسة وخلي بالك من البيت، هتاخد على دماغها. اقول لها لا ند بالند مع جوزك وكده، ما ينفعش، ولا ديننا قال كده، ولا 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 تقاليدنا ولا اي حاجة. اقول لها اختاري المتدين ولا اختاري الغني ولا اختاري المتربي ولا اختاري ايه؟ طب ما كل اللي حواليا متدينين وفي معاهم فلوس وفي كويسين جدا ويفشلوا برضه وتوصل للقتل. الزوج يقتل مراته الحامل، يعني مش بيقتل مراته بس، بيقتل مراته وابنه. السلام عليكم. البقاء لله. ونعم بالله حضرتك. قول لي حاجه، ايه اللي حصل؟ والله حضرتك البنت ديت الولد ده اتقدم لها يعني تقريبا 17/11، قبل 17/11 كان فرحها 17/11. حضرتك انا ما كنتش موافق على الجوازه دي خالص، بس للظروف. وهو ليه ما كنتش موافق؟ ليه انا ما كنتش موافق؟ لسبب حضرتك، ان هو انا ما كنت يعني من العيله، وهي على اساس ان هي كانت متجوزه مره وهو ما اتجوزش قبل كده. هي كانت متجوزه قبل كده؟ كانت متجوزه قبل كده معاها بنت. معاها بنت ملك دي. فطبعا لما تقدم لها النصيب غلب على الكل واتجوزته، وكانوا في امان وسلام لابعد الحدود. انت يا بنت عايزاه ايه وعايزاه، وانت عارفه سيادتك اللي متجوزه ديت او وبرغبتها، يعني مش العهد ده انقرض من زمان والبنت حريت. فانا وافقت اخرى، فسعادتك مضى شهور وفجاه لجينا الامور اختلفت خالص. ايه يا جت غضبت مره. هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل نقاش. في مخدرات؟ لا، ما انا كنت اسالها نفس السؤال اللي حضرتك بتسالهوني، تقول لي لا ما فيش حاجه زي كده. فكان له اخ نزل من السعوديه او حاجه زي كده، بدات مشكلته مع اخواته وابوه الاول، لدرجه ان رفع على ابوه سكينه، وابوه كان بيشتكي لي منه. مش طبيعي. لا يعني هو على اساس يعني ان يعني مش موفق في عمله، ده اللي استنتجته او حاجه زي كده. فلوس يعني؟
دي حاجة كانت اللي يعلم بها ربنا عنها. لا يعني كانت بتيجي تقول لك بيصرف عليها كويس وبتاع؟ ما كانتش بتشتكي من حاجة الحقيقة، يعني ما كانتش بتشتكي من حاجة إلا أمها كانت بتودي لها على طول، أنت عارف نظام الريف عندنا، بتودي لها أكل وشرب على طول، وزي ما بقول كده أنا مدي ظهر يعني بتودي لبنتها، ده بنتي اللي أكل منه تاكل منه ما فيش مشكلة، وعادتنا وتقاليدنا هنا في الريف هي دي. ففجأة سيادتك لما تعالج مع أخوه وأبوه اتهموه، أبوه ودوه القسم واتهموه، وأخوه اتهمه إن سرق ذهب مراته ب 35,000 جنيه. وللأسف إحنا جرينا وراه لحد ما طلع. فجأة قلب عليها هي. جت غضبت لدرجة إن خدتها في كفل الشيخ في المدينة ولا تحترفي لي. تحترفي لي ازاي؟ طبعا الكلام ده انا ما اعرفش يعني اعترفي بايه؟ يعني اعترفي لي ان انت بصيت لحد غيري، عملت لحد غيري. قالت له يعني، وكان معاها تليفون يبدو انه كان عايز يسجل لها. قالت له انا اللي عرفت قبل منك ولا. وايه اللي خلاه يشك كده؟ يعني حصل ايه؟ الشباب حضرتك انا لا يعني لا مكالمه تليفون، لا حد بيعاكسها، لا ابدا. ما فيش حضرتك، ما فيش حاجه. لوحده خالص كده؟ لوحده. لما غضبت قبل ما تغضب بقى نام جنبها بالمطوه 3 ايام. ليه؟ بتقول له يا سالم انت نايم بالمطوه ليه؟ يقول لها انت خايفه مني؟ هو في ايه؟ فجت لما غضبت قعدت هنا 10 ايام وحفه. ليه غضبت من ايه بقى؟ غضبت ليه بقى؟ من عمايله. ايه عمل ايه؟ ما انا بنام جنبها بالمطوه واحترفي لي ومش احترفي لي برضه والكلام من هذا القبيل حضرتك. حصل مشكله بناتهم، تروح عند اهلك. ايوه هروح عند اهلك. اتصلت على امها ومرات اخوها راح جابوا هدومها. طب انا هتروحي يومين وتيجي بس تحترفي لي. قالت له هحترف لك بايه؟ فالمهم جابوها حضرتك راحوا يعني. وبنتها كانت عايشه معاها هناك؟ لا بنتها ما وفيتش على مروحه هناك خالص. عايشه معاكم؟ عشان بعد ما كانتش بتقبل تروح، بس هي كانت بتيجي تاخدها هناك وجدتها كانت بتروح تجيبها. فالنصيب غلب برضه وجيه ابن عم الكبير اللي هو بره دي، ورحت قلت له اللي حصل كذا كذا كذا، وانا هروح اعمل محضر في الشرطه. قال لي ما تعملش حاجه، احنا من عيله وهنشوف الموضوع. قلت له خلاص خلاص. تتطلق يعني؟ لا انا اللي بقول له تتطلق. فهي بعد كده قعدت مع عمها. طلقت من الاولاني ليه؟ والله هو الاولاني حضرتك كان على سبب بسيط خالص، ان عندهم يعني عايز يقعد لوحدهم، ما تقعدوش لوحدهم من هذا القبيل. والولد حقيقة مش مع عيلته يعني؟ عايز تقعد لوحدها مش مع عيلته يعني؟ لا مش مع عيلته. فكان يعني ايه، وكان عايز يرجعها تاني بصراحه، بس انا ما وافقتش. فالولد حضرتك بقى لما جه وحب يصالحها انا ما كنتش موافق نهائي. راحت لعمها وقالت له انا مش اول المرات ولا اخر المرات، انا حامل فتوى ومعايا بنت، هنبقى اربعه، هجيبهم واجي لابويا، يبقى عيب، ده هيزيد الراجل يجري عليهم. علما ما ان انا قلت لها انا كفول، زي ما بربي ملك هربي الجن ان شاء الله، وربنا يهن عليها. بس انا يهمني هي بنتي الوحيده، اللي يهمني سعادتك انت وتكوني مبسوطه، اما ما تنعيش هي اهم اي حاجه خالص. أشار القدر، وطبعا ابن عمي جاب ابوه هنا وقال له احنا من عيله واحده، ما تخليناش نخسر بعض، واذا كان في اي حاجه قول. قال له انا من رقبتي سمر ده، هو هي عندي احسن منه مليون مره. خلاص يعني النصيب غلب علينا وروح. ما عدتهمش بس 10 ايام يعني، لما روحت انا قلت لوالدتها اللي هي روحت وكانت بتتحايل على مرات اخوها تقول لي ان انا اروحي وسمر روحي، بس انا عندي احساس ما لازم مستغير. انت عارف انها مروحه عشان العبء اللي هيبقى عليك، مش مروحه عشان عايزه تروح يعني. لا ما هو انا قلت لها هي مروحه بس انا مش عايزه تروح. قالت لي هي اول المرات ولا اخر المرات، هو اول واحد يتجوز بنته انت؟ قلت لها انا قلت لك وخلاص. حصلت بقى الخناقه ازاي بينهم بقى؟ والله يعني امها في يوم الحادث حضرتك انا مكلمه الساعه 5 على اساس ان هو كان مسافر الضبعه،
لقى شغل هناك ومسافر. يا سمر ازاي حالك؟ انا كويسه والحمد لله يابا. طب فين جوزك؟ اسلم عليه. جيت لجوزها اهو، قال لي يا سالم يا سالم انت عامل ايه؟ قال لي كويس يا عم والله العظيم انا فرحان جدا الليله اللي لقيت شغل هناك في الضبعه وراح الصبح. انا ما فكرتش بقى ان يعني ايه بكره الخميس، يعني المفروض اللي بيسافر بيسافر من اول الاسبوع. لا ما فكرتش في دي خالص، راح النسيان خلاص. ضحك عليك يعني؟ يعني انا هو انا حسيت كده ان هو ضحك علينا كلنا. فالمهم يوم الجريمه انا لما كلمته الساعه تقريبا 5 بالظبط، لان انا شغال في الجامعه وانا لقيت شغل احسن من بره. طب انت مش عايز حاجه يا ابني؟ طب انا تحت امرك. الحادث بقى تم الساعه كام؟ الحادث حضرتك يعني تقريبا كده على حسب الطبيب الشرعي الاول واحنا هناك في المشرحه 2:15 ل2:30 تاني يوم يعني؟ لا في نفس اليوم بالليل يعني. بالليل 2 صباحا. امها كانت عندها لحد اذان العشاء، كانت رايحه تجيب البنت دي. كانوا كويسين مع بعض كلها؟ كويسين مع بعض، هي هتحكي لك دلوقتي. كانوا كويسين وجابت البنت وجات. ما انتوش عايزين حاجه، اروح اجيب لك فلوس يا ابني عشان انت مسافر. طب هو اتمسك صح؟ ما هو انا جاي لحضرتك اهو. احنا انا خلاص فصلت معاه الصبح الخميس، رحت شغلي. بنت طبعا الساعه 2:15. هو بيقول لحضرتك بقى ما سالت بعد كده، قال لك ان هو نزل الساعه 5 لوالدته، كان معاه بشنطته من بالليل، وقال لها يا اما انا قتلت سمر. خد منهم فلوس وراح جاب سجاير وكل واكل في الطريق اللي حضرتك جايين من عليه ده، وراح سلم نفسه للقيس. راح سلم نفسه؟ سلم نفسه للقيس. ليه بقى راح سلم نفسه؟ راح قال لهم انا قتلت مراتي. هو يبدو انه كان عايز يهرب، فابوه قال له انت هتعمل لنا نصيبه، هتهرب تروح فين؟ روح سلم نفسك احسن كده كده. وما لما سلم نفسه ما قالش عمل كده ليه بقى؟ ولا قال عشان شكك فيها؟ ما هو انت عارفه اللي ممكن يعني واحد مسوي جريمه. لا انا بقول لك انه بيقول اي كلام، لكن قال ايه يعني؟ والله يعني هو المحضر بيقول ان هو مهلفط في الكلام. شك فيها؟ شك وكده يعني. طبعا حضرتك انت لو سالت الناس اللي بره دي كلها، البنت دي يعني كانت اغلى حاجه في حياتها. اغلى حاجه في حياتها، لا احسن من الصبيان، احسن من الدنيا بحاجه. كانت بتتكسف منها حضرتك. لا وهي لو شايفة لها شوفها تانية ما تتطلق، ما جات لها فرصة تتطلق. بالظبط حضرتك. فالولد ده في نفس الليلة حضرتك كان عادل حضرتك في الكلام، كان بعتها الساعة 10 يجيب له علبة سجاير لأول مرة. ليه بقى؟ أكيد مدبر لها تطبيرة وعامل. هو قتلها جوه البيت؟ نعم قتلها جوه البيت؟ على سريرها وهي نايمة مكتفة حضرتك. قتل عياله؟ ما هو عياله هي حامل لسه حضرتك في الشهر. انا فاهمه يعني، بس مكتفها من ايديها ورجليها. لا مش مع التليفون، ما انا احتفظتش بيها. فحضرتك ما كنت انا شفتها، بس شفتها في المشرح مكتفها من ايديها ورجليها اكن لو مؤاخذه. ما صوتتش ولا اي حاجه؟ ما هو اكيد واخده مخدر حضرتك. الواحد منا لما بيجي لو مؤاخذه، انا اسف لحضرتك، لما بيجي يذبح فرخه بتخربشه، انما دي جسم ضعيف جدا، هي طويله وجرمه، لدرجه ان وكيل النيابه وظابط المباحث جزاهم الله خيرا قال لك لو ديت صحيه كانت بهدلته، انما دي اكيد واخده مخدر. واللي هيثبت ذلك طبعا تقرير الطبيب الشرعي. ما انا بقول لك ليه في المخدرات اكيد. ما دي في علم الغيب حضرتك، الا انا يعني انا مش عايز اتكلم كلام انا ما شفتهوش. طب يا حاجه هو انت لما كنت عندهم لغايه العيشه دي كانوا كويسين مع بعض؟ مفيش اي حاجه. طب انا عارفه ان انتوا مش عايزين تتكلموا وحش على بنتكم، بس هي بنتكم ما فيش حاجه وحشه يعني، واحده حامل في توام وجت غضبت عندكم قعدت 10 ايام ما راحتش حته، ما استفشتش مثلا مع حد، وبعدين جت ابوها قال لها اتطلقي، هي اللي قالت له لا. مش شايف يعني فكره انها شايفه لها شوفه او كده، ده ملغي تماما. لكن انا عايز اقول لك اللي هو كان بيفكر فيه ايه يعني. كانت بتيجي تحكي لك ان هو مخه واصل لفين، بيقلب في تليفونها مثلا، اتهمها في حد في الشارع، يعني مخه جايبه ايه؟ ما حكتليش. ما حكتلكيش. تحكي لي.
يعني لما جت غضبت عندكم قعدت عشان ما قالتلكيش بيقول لها ايه؟ مش هي كانت عايزه ان هي تعيش عشان ما فيش حد ايه يضحك عليها، فهي بتقول لي ان انا رايحه اروح اتجوز واجي، يبقى انا اتنين وواحد يبقى وثلاثه يبقوا البيت يبقوا اربعه. لما كانت بتجيلك تشتكيلك ما كانتش بتقولك خالص هو شاكك فيها في مين ولا اي حاجه؟ لا ما فيش شك، ما فيش. هو انا عايزه ابدا معاكي من الاول خالص. ليه؟ عايزه ابدا معاكي من الاول خالص. احكي لك من الاول ولا احكي لك من اللي ما تحكيليش لو حكا تاني يعني انا احكي لك، انا هحكي لك اللي انا شفته في الليش. قولي قولي. هي لما انا رحت عشان اجيب ملك كانت عندي العصر، ولما كانت عندي العصر كنت اجت عملت فشار للعيال ودت لهم وقعدت تاكل فشار على السيل، فانا قلت لها اخوكي بعت لك عيد الام تاخدي يا حبيبتي فلوس، جيت لخلوهم معاك يما لبكرة، خلوهم معاك لبكرة. أنا إيه كده كده أنا جاية إيه بكرة لسالم، أنا معبيه له الشنطة وماشي بكرة. قلت لها طيب يا بنت ربنا يحنن عليه ويرزقه. قالت لي إيه ماشية. المهم رحت جيبت 20 جنيه ولو عايزة تحلفين على المصحف أحلف. ماشي جبت 20 جنيه إدتهم لها، قلت لها خدي يا حبيبتي روحي حاطي لك بعشرة جنيه موز وبعشرة جنيه وسفند. قالت لي ايه ماشي يما. ندت على مرات اخوها، مرات اخوها قالت لها مرات اخوها هتحكي لك برضو عشان هي كانت سرها مع مرات اخوها. مرات اخوها الكبير راحت ادت لها العشرين جنيه وراحت تجيب من عند الصبية اللي هي بتبيع، قالت لها ايه ده الجوافة حلوة قوي يا هال، انا هدوب ايه خد يا هال نص واحدة. قالت لها ده انا ايه صايمة يا صمر. كلت الجوافاي وكلت بتاع اسمها ايه فراولاي. المهم روحت بقى ادت لها سمك، كنت مدي لها سمك في الصينيه في تغذيه معاه ورز، وخدت الفاكهه اللي انا بقول لك عليها دي وروحت، وخدت بنتها معاها وراحت. فقالت خليكي يا ملك، جيت لها روح يا تيتا شويه مع ماما وبتعال خديني بدري. ايه بنتها كانت فين ساعه الحادثه؟ كانت هنا مش هناك. لا فالمهم رحت ما بين العشاء والمغرب، رحت اتلاقيت ابوه وامه قاعدين تحت في الدور الارض. سلام عليكم. عليكم السلام. وقعد اشربي شاي، قلت له متشكرين. في وبص اتلاقيته نازل من فوق، الولد اللي هو اسمه سالم ده نازل من فوق. فلما نازل من فوق قال ازيك يا خالتي، امه بنت خالي وابوه سلفي من العيله. من العيله مش من العيله، من العيله من العيله. فانا بقول له ايه، بيقول لي اقعد قبل اسماء. المهم دخلت الولد نزل من فوق قال ايه وفين محمد ياب، فين محمد ياب؟ قال له محمد في الشغل. قال له محمد في الشغل. قال له طب اما يجي ابعته لي انا عايزه ضروري، طلعه لي فوق. قال له ماشي اما يجي. سابني واقفه مع ابوه وامه تحت وطلع لفوق. طلع. ما كانش باين عليه ان هو زعلان منها ولا اي حاجه؟ مش حاجه مفيش. تقول لك مالك، تقول لي بقول لها كان متخانق معاها ولا حاجه يا ملك؟ ماشي. في المهم طلعت فوق رنيت الجرس، رنيت الجرس ورحت ايه دخلت ملك فتحت. دخلت لقيته قاعد مكعبس كده على ركني. في ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ قال الله يسلمك يا خالتي تعالي شوفي تشربي الشاي. قلت له لا متشكرين يابا، لا عمك هناك وزمان طبعا نسوان عيالي طلعوا فوق كده. إيه يلا يا ملك. قال لي ده انا مسافر كده كده الصبح يا خالتي. ايه ماشي ومعبي شنطتها. قلت له بالسلامه يا حبيبي ربنا يرزقك ويحنن عليك برزق العيال اللي جنتي دول. بطبطب عليه كده واجا ايه اجا قايل لي ايه اللهم امين يا خالد. ايوه لا قولي لي انت هتقولي لي حاجه ليها علاقه بالحادثه، انت شفتي ان هم متخانقين اشتكى لك منها ايه؟ اشتكى خالص؟ لا كانش في حاجه. لقيتهم قاعدين عادي وقاعد مكعبس كده ما فيش حاجه. ملكه اتفصلت. استنى انا جايه، ما انا هقول لها اهو اصبر علي. تحكي تفاصيل مالهاش دعوه بالحادثه يا حاج. قولي ها الوضع اللي انا روحته ليله ما كنت بجيب البنت. الوضع طبيعي جدا ما فيهوش اي خناقات ولا اي حاجه. لقيتهم قاعدين فانا ببص لقيته بيقول لي على موضوع ملك ده الحاج بيقول. لقيته بيقول لي ماشي. لقيته بيقول لي ايه ما تقعدي يا خالتي. قلت له متشكرين يا ابني انا ماشي على موضوع الفلوس برضو دي، اروح اجيب لك فلوس واجي خمس دقايق يا حبيبي. قال لي متشكرين يا خالتي مش احنا معانا فلوس يا سمر؟ اجى السمر مرايه لتحت كده وجيت لي ايه ايوه يا ام احنا معانا فلوس.
قلت له ماشي يا حبيبي، اكتب لك في كل خطوه سلامه ويرزقك برزق العيال اللي جايه دي. قال الله ما امين. فيش حاجه اهو بقى ايه، ببص لقيته بقول لي ايه ده ملك ديت عايز ينفتح لها صفحه من جديد. يعني ايه بقى؟ ما اعرفش يعني ايه بقى. لا لو هي قالت لي بقى الموال دي انا كنت ترجمتها بقى ايه بقى انت ترجمتها ازاي يعني؟ انا صفحه عايز كنت هقول له ليه ينفتح لها صفحه جديده ليه؟ يعني ايه صفحه؟ قصده ايه؟ كراجل راجل وراجل قبله بتكلم، انا كنت هقول له انت هتتفتح لها صفحه جديده ليه؟ يعني ايه بقى يتفتح لها صفحه جديده؟ بقدم الخيانه حضرتك. انا ما اعرفش الكلمه دي الا بعد وفاه حضرتك كانت قايلها لمرات اخوها. انا الموال ده اللي انا بقولها. انت قصدك ان مفيش خناقه ولا حاجه؟ هو مبيت طبعا. انا بتفرج على الصور لقيته رابطها مش عارفه بشرب ده ولا ايه. شرب اثنين حضرتك، وشرب برضه رابطها من رجليها. طبعا انا لو هربط حد وعارف ان هو هيموت، لو مش متخدره حضرتك مستحيل حد هيربط. انما حضرتك مش شايفه هو ضاربها فين. لا ده هي حضرتك. هي دي مضروبه فين؟ حضرتك مضروبه من هنا. ايه بقى؟ مطوه قرن غزاء. جايب هنا واحده عمق 9 سم ونص وواحده 7 سم ونص والاثنين مسلمين على بعض حوالي 5 سم. ايه ده؟ ليه كده؟ فحضرتك الدم في مكان واحد. ما قابلتوش انت بعد كده بقى في المركز ولا في اي حته؟ اتمنى يسيبوه، واتمنى من قضائنا العالي القصاص العاجل. لا ما اكيد هيعدموه، امال ايه؟ اكيد القصاص العاجل دي 3 ارواح. استغربه بحكايه عياله دي. يعني انا كمان هو ايه كان شاكك ان هم مش عياله ولا؟ انا شفت النائب العام ووزير العدل وطبعا مدير امن كفر الشيخ ومامور مركز كفر الشيخ وظباط المباحث يسعون بالقصاص العاجل، والاخص الساده القضاه. نتمنى حق المراه. هو مش معترف؟ هو محترف. طيب خلاص محترف. نتمنى بس بالقصاص العاجل، لإلا كده بتتكرر الجرائم ياما مش عندنا وبس. ايوه صح. وحق المراه يعني. بس مراته حامل دي غريبه. غريبه. يعني هل مثلا كان فاكر العيال دي مش عياله مثلا؟ يا استاذه رهام انت لو سالت اي حد في البلد. هو باين عليه مجنون، ده مش رافع السكينه على ابوه قبل كده؟ لو سالت اي حد في البلد والناس اللي واقفه دي كلها هتلاقيهم متعاطفين مع صنم. انا مستعينهم والله. هو مين يرضى ان واحد يقتل مراته؟ قسما بالله انا اللي دعيت حد. الاستاذ اللي اتصل عليا قال لي احنا مش عايزين لمه عشان الاستاذ رهام ما بنحبش الهيصه والكلام ده، وزي ما قالوا دول وقت فرح. لا قلت لحد غير ولاد عمي علشان لو فيه حد ولا كده يجوا بالعيال الصغيره يمشوه. فنتمنى حضرتك وبمساعده حضرتك. هو نزل جلسه ولا لسه؟ هو حضرتك يعني لسه مستني تقرير الطبيب الشرعي، اتحول من نيابه جزئيه لنيابه كليه. مصممة أعرف إيه اللي بيوصلنا لكده. إحنا معانا تقرير مش هنلحق نذيعه. واحدة قتلت جوزها بأنبوبة، يعني جابت الأنبوبة وفضلت تضرب فيه بالأنبوبة بعد ما خدرته قدام عياله، بس مش راضيين يذيعوه وبيقولوا لي مفيش وقت. ليه مفيش وقت يا جماعة؟ بيقولي ممكن نذيعه بس مش ناخد تليفونات. ايه رايكم ناخد تليفونات ولا نذيعه؟ طب ناخد تليفونات بسرعه وبعدين نذيعه، يدونا 10 دقايق مفيش حاجه. يلا بسرعه. طيب سناء. اهلا بيكي، اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. منوره الشاشه، منوره الدنيا، ربنا يخليكي. انا كنت بتكلم النهارده بخصوص الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه. انت كاني كنت بتتكلمي عليا. في اي حته بالظبط؟ في حته ان الواحده ما بتبقاش عامله حاجه، او هي شايفه ان هي كويسه ومش عامله حاجه،
وفجأة تلاقي نفسها جوزها متجوز عليها. أو يعني أنا كنت كويسة، وأنا شايفة إن أنا ما عملتش حاجة، وكنت صغيرة ومتجوزة وأنا في أولى جامعة، وما عملت معاه كل حاجة كويسة وما عملتش حاجة وحشة. مفيش 3 سنين وهو اتجوز عليا، وشفته ما عرفتش إن هو متجوز وهو معاه البي بتاعه. ما قالكيش وانت خلفتي؟ انا معايا وانا ما عرفتش. وانت خلفتي ولا لا؟ انا كان معايا منه بنتين. يعني مش محتاج يخلف ولا حاجه؟ لا مش محتاج. امال هو قالك ايه بقى، اتجوز ليه؟ هو ما قاليش حاجه، ولان انا اساسا يعني هو حاليا معايا وانا سامحته، وهو رجع وطلق الثانيه وساب ساب البنت. اه سابها، بس يعني سايبها هو بيسأل. ايوه يعني لما رجع قالك ايه يعني؟ لما رجع قال لي هي كانت، هو كان متقدم لها قبليه، وهي كانت رافضه ان هي تتجوزه، وكانت بتحبه بس اهلها كانوا رافضين. وبعد كده لما هو اتجوزني فهي رجعت له تاني، وفي كلام حصل بينهم فاتجوزها. المهم ان انا هو ساب جوايا انا خلاص، حتى دلوقتي وانا معاه هو في حاجه جوايا. مش هتنسي انت خالص الموضوع ده؟ اه يعني انا خلاص. وبعدين هو كان سبب في كمان، هي يعني هي وهو كان سبب في اني انا امي تعبت، انا امي ما كانتش مصدقه يعني انا يمكن. بس بقول لك انت برافو عليكي ان انت سامحتيه. انا سامحته عشان بنتي جالها توحد. اه فكنتش قادره تشيل الحمل لوحدك يعني؟ لا تعب. شفتي هو ده بقى اللي انا بقوله، ان كله قاعد عشان سبب. اه انا جيت عشان السبب ده، وعشان امي كانت تعبانه قوي، امي جات لها عده جلطات بسبب ان هي ما كانتش مصدقه. انا صدقت. يعني هو مثلا ايه، كانت رفض فعايز يرجع اثبات ذات، يعني انه خد الحاجه اللي هو عايزها. ايوه عيال صغيره ببيهات بجد. ايوه كان هو صغير في السن، بس هو كان صغير. لا هم عقلهم هم حتى وهم كبار كده عقلهم صغير جدا وهوائيين، وما بيكفيهمش حاجة وما بيعجبهمش حاجة، ما مش عارفة. بصي المهم ان هو نصيبك وما تعرفيش، يمكن خديها يعني ايه نص كوباية المليان، خديها ان هو راح بعد عنك واشتاق لك فرجع لك. اصل ملهاش اي يعني، بالعكس احلى. يقول لك اذا اردت شيئا بشدة فاطلق سراحه، إذا عاد إليك فهو لك، إذا لم يعد فهو لم يكن لك من البداية. أحلى حاجة يقول لك إيه؟ let go. فأنت مشي ورجع لك. فدي متهيألي أحلى بكتير قوي من إنك تبقي قاعدة وربطاه، أو قاعدة وحاسة إن هو مش عايز يقعد، أو قاعد عشان سبب. مين؟ حنان. حنان أهلا بيكي. توطي التلفزيون يا حنان من فضلك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حنان ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذه. اولا كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. تاني حاجه البرنامج بتاعك جميل وهايل جدا، وبيجيب مواضيع هامه. وفعلا خلي بالك الست معظم الاوقات بتبقى مظلومه، لان بتبقى خارجه من بيت اهلها عايزه تستمر وتعيش زي ما اتربت في بيت والدها ووالدتها، لكن للاسف ما بتلاقيش الانسان اللي بيتحمل المسؤوليه. يمكن انا لو حكيت لك قصتي زي فيلم هندي لحد دلوقتي انا مش مصدقه. انا كان جوازتي تقليدي جدا، لا لنا ايوه ولا لنا لا ولا الكلام ده كله. ما كناش نعرف بعض. من ساعة ما تزوجنا وبدأت المشاكل. المفروض ان انا الزوجة الاولى، طلعت ان انا الزوجة الثانية. ايه ده يعني اتجوزك من غير ما يقولك انه متجوز واحدة اولانية؟ بالظبط كده، والقسيمة بتاعتي مكتوب ان انا الزوجة الاولى. آه. المهم ربنا رزقني منه ببنت. طبعا عشان يرجع للاولانية كان لازم يقرف الثانية. المهم هو كان عايز يرجع للاولانية؟ رجعوا فعلا لبعض، وكتب لها الشقة واستقروا مع بعض. وطلقك؟ أنا كان من المؤرخات. لا يا ريت إنه طلقني. وليه؟ أنا بيقولي أنت مش هتاخدي حقوقك. أبسط شيء صلت المحامية عليا يا أستاذة، خلاها الأحكام اللي جابتها لي سلمتها له، والأحكام دي ما بتطلعش إلا مرة واحدة.
عشان تروح المحكمة أو تيجي كان يصلت ناس تانية وأواضي ملفقة وحاجات بقى. طب هو ما كانش كاتب في قسيمة الجواز زوجة تانية، ولا أنت مكسوفة إنك تقولي إن أنت قبلتي تبقي زوجة تانية؟ لا أنا عندي استعداد هقولها لك يا أستاذة لو حبيتي تقابليني. الزوجة المفروض إن أنا الزوجة الأولى المفروض. المهم ربنا رزقني منه ببيت، حاولت برضو إني أستحمل عشان كلمة الطلاق دي عيب عندنا في العيلة، وتبقي أنت فاشلة ومش متحملة المسؤولية. بقيت أروح وأرجع الوقت اللي أنا أقضيه عند والدي أكتر ما بقضيه في بيتي هناك. ربنا رزقني منه بولد علشان عنده ثقبين في القلب وعضلة القلب كبيرة. أنت جايباني ولد تعبان، ما تقعديش بقى معايا، أنا هصرف عليك وأكلك ولا هصرف على ابني، وكرشني أنا وابني وبنتي. أما بنتي دخلت المدرسة رفض إن يصرف عليها مليم، ولما ابني كبر دلوقتي بقى عمره 3 سنين خطفه مني يوم 28/3. أنت على ذمته؟ للأسف على ذمته، لأن زي ما الأستاذة اللي قبل مني قالت كان تعب والدتي. مطلقكيش ليه طيب؟ اتعقدت من المحكمة، 4 سنين في المحكمة ونزيف من الفلوس للمحاميين. رفع ايه؟ رفع قضية طلاق ولا نفقة ولا ايه؟ كانت نفقة وتعويض منقولات، وكانت يعتبر نفقة لبنتي. فعلشان بنتي ما تاخدش النفقة بتاعتها غير لها اسمها. يوم 28/3 انا رايحة اودي بنتي، انا خلاص انا يمكن حامل في الثالث والمفروض على وش ولادة. بدل ما يراعي ربنا وبنتي تحضر امتحاناتها زي باقي التلاميذ، ما حضرتش امتحاناتها السنة دي بسبب انه هو طردني من الشقة، وابني فوق بيعيط وانا عايزة اطلع استغيث بابني او اشوف ابني، وهو عارف العياط عليه مش كويس، تقبل في القلب وعضلة القلب كبيرة، والطفل مولود بيها بعيد خلقي. طب وانت ليه مش بتعملي له عملية ليه؟ يا استاذ الدكتور قال لي سيبيها على ربنا. ليه؟ وانا هو ما بيصرفش عليا، انا لولا والدي ان هو عاد معايش وكان متحمل. ايوه سيبيها على ربنا عشان الفلوس يعني، ولا عشان حاجه تانية؟ بسبب ان انا ما بشتغلش وكانت والدتي تعبانه الله يرحمها. ايوه قصدي اقول ان انت محتاجه عمليه لابنك يعني دلوقتي؟ المفروض، بس ابني بعيد عني. ده اللي غزت اخده وسمعني صوته اول امبارح وهو بيقول لي ماما مين دي؟ واقول له ازيك يا ابني عامل ايه؟ قال لي ماما مين دي؟ انا ما اعرفش حد. قدر ان ياخد بعضه ويغير الابن. طب انت طول ما اولادي كانوا معايا عمرهم ما فرطتهم عليك، عمرهم ما قالوا لك كلمه وحشه. كنت برجع علشان اني اعيش واتحمل عشان خاطري يبقى لي بيت، ولادي يتربوا في حضن ابوهم. برضو بمناسبة التعاضي يا أستاذة، على فكرة يعتبر معظم الرجالة حاليا ما بيقدروش إلا على الستات بتاعتهم وعلى حكاية التعاضي، فبيزيدوا وجودهم من خلال المشوار ده. فمش عارفة أنا دلوقتي عايزة، يمكن في حلقة حضرتك أنت جبتي فيها أولاد لناس، أنا عايزة حد يساعدني ويجيب لي ابني، وانا خاصه خطوتي كتيره. طب ارجعي الكنترول روم، خدي يا غدا النمره احنا نكلم الراجل ده نشوف ايه. غدا انت كده معاكي حاجتين. مين؟ زينب. محدش بيقولي على فكره حلول، كله بيقولي مشاكل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا مدام هاني؟ كله تمام. انا يمكن حاله مختلفه شويه عن اللي قبل. انتوا كلكم حالات يا زينب، ده انا عايزه حد يدينا حلول. لا لا انا عندي، انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني بفضل ربنا انا عايزه اشكر جوزي على كل شيء هو عمله لي بصراحه ربنا. بس زينب بقى هتيجي تغير لنا الموازين دلوقتي. انا بقالي 7 سنين دلوقتي متزوجه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا مفيش مره في حياتي زعلت مره، ولا هو زعلني مره. وعايزه اقول لحضرتك ان انا عندي صباح الخير بتاعتي لجوزي، ويعني انا مش عايزه اي حد يفهمني غلط. انا بصحى الصبح ابوس رجله وابوس ايده وقبل ما انام، وده يعني مش بيقلل مني حاجه. لا بس في ناس بتعمل كده وما بيعجبش برضو يا زين. لا لا بالعكس، انا عندي جوزي بسم الله ما شاء الله، يعني
قمه الاحترام. انا يمكن هو بيعيني على مثلا لو انا ما صليتش في يوم يصلي، لو في اي حاجه يعني ممكن ان انا مثلا اضايقه فيها او كده، بالعكس هو بيتقبل ده بصدر رحب وبياخد ده بطريقه كويسه معايا كتير. وانا عايزه بس اقول له كل البنات او اي ست ممكن انها تتجوز، يعني هي ممكن الناس مجرد بالكلمه، مجرد انها تتعامل مع زوجها بطريقه هي ممكن تكون فاهمها انها مثلا ان هي بتقلل من كرامتها. بالعكس انا عندي في اهلي واهل زوجي وكده. لا لا بس عايزه اقول لك حاجه، انا في ناس قدام عيني بيبوسوا الايد والرجل وكل حاجه ومش عاجب برضه، ممكن يكون جوزك لا كويس. لا والله هي ما تهم هم، بالعكس انا بقول لك ممكن يبقى جوزك انت كويس. بترجع على حسب الزوج، هي بترجع على حسب الزوج. صح. انا عندي زوجي مثلا هو طبعه صعب وعصبي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني يمكن احسن انسان ممكن تقابليه في حياتك بجد. ربنا يستر بس ما يطلعش متجوز عليك يا زينب ومغفلك ولا لا لا لا. على فكره هو قاعد معايا 24 ساعه. ماشي والله العظيم قاعد معايا 24 ساعه. طب خلاص يا زينب هتحزي على الهوا كده، التليفون الوحيد مش. على فكره انا كان عندي رساله اساسا عايزه اقولها له اساسا على الهوا. قولي له يلا. اسمه ايه هو؟ انا عايزه اقول له اسمه تامر. وقاعد جنبك تامر؟ هو تامر كان جنبي بس ما عادش هو نزل تحت. شفتي بقى مش 24 ساعه ازاي؟ والساعه دلوقتي 12 بالليل. ما انا هقول لك فين هو عنده تاكسي. هو عنده تاكسي ففي سواق نزل عليه بيشتغل عليه عشان هو تعبان، فالسواق هو بس طلب ان هو يوصله البيت وكده. ماشي يا زينب. بصي انا عايزه اقول له ان انا بحبك جدا جدا جدا، وانك اعظم انسان في الدنيا كلها، وانك اغلى انسان في حياتي، وان يعني انا البسمه والفرحه والضحكه والسعاده وكل حاجه حلوه بشوفها بعينيك، وانت يعني بتديني امل لكل حاجه كويسه، وانا بحبك جدا جدا جدا، ولو قعدت اقولها لحد مليون سنه انا مش هقدر اوفيك اي جزء من اللي انت بتعمله عشاني، واي حاجه انت يعني انا عايزه اقول لك ان هو بيسعدني لمجرد بس ان هو بيضحك في وشي الصبح اول ما اصحى من النوم، طول النهار مثلا لو يقول لي بحبك. حضرتك اكيد مستغربه الكلام اللي انا بقوله. لا مش مستغربة والله، انا خايفة بس عليه يعني، خايفة تتصدم. يمكن طول النهار مثلا يعني حضرتك يمكن طول النهار هو بس عنده مشكلة فقعد في البيت، يعني تعبان وكده فقعد في البيت عنده مشكلة. فأنا عايزة أقول لحضرتك إن هو طول اليوم مثلا بالكلمة الحلوة بيراضيني، لو أنا مثلا يعني عملت مشكلة بسيطة أو صوتي علم مثلا شوية أو كده او عملت اي حاجه، ومش هقول لحضرتك ان مثلا عشان هو تعبان او كده او ظروف الصحيه مثلا او كده فبيعاملني كويس، بالعكس هو عنده ظروف وانا عندي ظروف ويمكن ظروفي انا اكتر منه، بس بالعكس هو بيحتويني. انتوا ايه عندكم اعاقه يعني ولا ايه؟ لا انا مش عندي اعاقه، هو عنده مشكله في ظهره، عنده غضاريف في ظهره، وانا عندي فقدان للعين اليسرى، يعني انا عندي العين اليسرى فيها مشكله، دكاتره كتير قالوا لي ما يعني لا عمليه كبيره وكده، بس هو مش المشكلة مشكلة كده، المشكلة مشكلة ان هو بيحتويني بيحبني بيدافع عني بيحميني، انا بحس ان هو احنا لسه يعني. بيقولوا لي تعالي نعمل لك العملية. طيب ارجعي الكنترول دواء دواء. بس انا كل اللي انا كنت عايزة اقوله ان هو بني ادم كويس جدا، وان انا ربنا يكرمك بيه ويكرمه بيكي، ومن فضلك تديها يوم الثلاث الساعة 10 الصبح العيون. طب نشوف. طيب خلاص هسمع تليفوناتكم بكره، نروح لفاصل ونشوف التقرير اللي معانا، ويمكن زينب يا رب بس يا زينب يكون بينزل التاكسي ما يبقاش التاكسي ده زوجة تانية مثلا او اي حاجة، وزي ما بتقول اهو يمكن اللي بيعرف ربنا يكون ده السر، يعني انك تتجوزي واحد بيعرف ربنا بجد، مش بيصلي في الجامع ويطلع يعمل مش عارفه ايه البامبرز وبتاع. لا بلاش ناخد تقرير دلوقتي، خلينا عشان احنا ما خدناش المحاكمه بتاعت الراجل، ما خدناش الفيديو بتاع رودزي، وما خدناش حاجه، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا احسن. Thank you.
هنا هنا في المكان ده زوجة قتلت جوزها ورميته هنا. بنسمع كتير العكس، زوج قتل زوجته، زوج ولع في زوجته، لكن زوجة قتلت زوج ليه؟ وعرفت قتله ازاي؟ يعني جابت عافية منين؟ السلام عليكم. هما كانوا قاعدين وطبخين وانا ماشي عندهم من اذان المغرب، فانا اتعشينا هو يدور عليه وانا ادور عليه، عترنا مع بعض وقعدنا مع بعض ما فيش اي حاجه. وجات المغرب لما قعدنا مع بعض جات، يعني حصل ايه الله اعلم ايه اللي حصل، الله اعلم ما حصلش اي حاجه. البنت بسالها تقول لي ما حصلش اي حاجه. امال يا بنتي بنت امك عملت في ابوك كده ليه؟ قالت ما والله يا ستي ما في اي حاجه، ولا اي حاجه حصلت ولا اي محتاجه حصلت. جت لقيت الصبح ندهوا عليا، بس انا شايفه الرؤيه اللي حصل دي. ندهوا عليا قالوا لي تعالي كلمي افتح في ايه يا ولاد، قمت مخضوضه. لما قمت مخضوضه جت جري لقيته مرمي في الحته ده. والله اقسم بالله ما كان حصل حاجه بينه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقعد لك يا فاطمه في الثمانيه الاربعه الجدعان يتلاقوهم متقطعين ومرميين في الترع بحق بركه النبي. هدى وماجد والثانيه اخواتها ولا ايه؟ اخواتها؟ اه اخواتها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا فاطمه، يا بنت هلال، يا بنت زينة، يقعد لك في الثمانية تشربي نارهم وقلبك. قتلته ازاي حاج؟ قتلته ازاي؟ ها؟ قتلته ازاي؟ ضربته، خبطته بالأنبوبة. ده بنته اللي حكت عنه، أنا ما عرفتش. بنته اللي قالت أبويا رائد على ظهره كده أهو، وراحت جايبة الأنبوبة وخبطه نبتين ورا بعض. نادى على أخوه، أخوه أصاده. يا حمدان يا حمدان ما ردش. أه طبعًا إن حسن ميت. أنا لما ما ردش عليه تقول جابت السكينة، محضرة السكينة ومحضرة الأنبوبة في إيدها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. راحت خطاه بالسكينة هنا، خرجت الكرش بره. مسكت الحصر ده إلا ولها اتسلطنت، غسلت الحصر وغسلت البطاطين بالليل، بالليل ده كله. ها؟ وبنتها تقول لها حرام عليك، هتيجي تسمع الكلام منها دلوقتي، حرام عليك لا تعملي في ابويا، انا حنادي العم. طلعت جاريه لحقتلك زي ما قتلت. والله ما حصل حاجه بينهم ولا كان بينهم وبين بعض اي حاجه. والله والله انا سايبهم في اذان النخل، ولا بينهم وبين بعض اي حاجه. لا ما لازم يبقى في ايه. طب خناقات قبل كده؟ لا هي كانت تغضب تقول له انا ماشي، كان يقول لها يعني كانت بتغضب. اه كانت بتغضب وتقول لها مع السلامه، ولا عمل لها حاجه ولا عمره ضرب حاجه. كانت بتغضب وتسيب البيت وتمشي؟ اه كانت تلم هدومها ولو في حاجه كانت تاخدها وهي ماشيه وتمشي. كانت تقعد سنه سنه؟ اه كانت ممكن تقعد سنه. كان كل اللي يروح لها تقول له لا انا مش جايه، انا ما اعرفش ايه، خلاص تعيش معايا. اه كانت تسيبه، كانت تسيبه حضرتك. ما انت بتقولي سابته، ما انت بتقولي بتسيبه سنه. اه بتسيبه وتمشي ما بيطلقهاش ليه؟ كنا بنقول له حرام الاطفال، انا معايا عيال واختي معايا، كنا بنقول له حرام. ضربته ضربته بالانبوبه كده ويعني من هنا ضربته الشاكوش ويعني من هنا زي شاكوش ولا انبوبه؟ الشاكوش لا من هنا الانبوبه، من هنا بقى عليه زرقاء الشاكوش، ولا العينين الصفيه والشيشه حضرتك، الشيشه اللي هم بيشربوا بيها جوزها من هنا بقى متدمر، احنا ما عرفناهوش. خبطته بالشيشه؟ اه احنا هنا ما خبطته بالانبوبه والشاكوش وبالشيشه؟ اه ولا اللي اتجننت بس متغاظه منه. اه هو عمره ما عمل لها حاجه وكان حنين وحنيت الدنيا. ماتوا بره ازاي؟ ما نعرفش. احنا صحينا الفجر على صوت على الموال اتخبط علينا واتخبط على اخواته. هو شاف؟
شايفه؟ ده شايف الصغير ده، هو يختيب. طب قولي يا حبيبي، انت شفت اللي حصل؟ قولي خالتك. ابويا كان قاعد هنا وضربته بالسكينه، دخلت الحمام وفضلت تضرب على راسه بالانبوبه. يعني ضربته بالانبوبه الاول ولا السكينه الاول؟ السكينه الاول. دخلته الحمام؟ ضربته بالانبوبه. دخلته الحمام ازاي؟ شدته يعني ولا عملت ايه؟ شدته. وهي ماما تعرف تشده يعني قويه كده؟ عشان هتديك حاجة. انا شديت الصراحة. هنا في البيت ده ولا فين؟ في الحمام فين؟ طب وريني. السكينة وبعدين دخلت الحمام ده. هي رميته بره في الشارع، ازاي قدرت تشيله كل ده؟ مش فاهمة يعني ازاي تجره كل المسافة دي بعدين ترميه بره في الشارع، ايه يعني هرقل؟ مش فاهمة حاجة. مين شاف الحكاية؟ يقدر من الأولاد يقدر يحكي لي؟ لا، مين شاف؟ مين كان موجود ساعة القتل؟ مش في ولاد صغير؟ البنت فين؟ مش موجودة هنا؟ بس تقتله هنا وتجره الحمام وبعدين ترميه بره، عفية قوي هي كده؟ هي لو عملتها كده وحضرتك تعمل طولها. ازاي عملت كده؟ هي كان نايم، هو كان نايم. شدته ازاي؟ كان اثرت ايديه كده، ريح الباب هنا لقينا اثرت دم ايده كده، كان بيقاوم عشان يخرج. شدته على كيس بلاستيك من هنا للحمام؟ كيس معاهم. يعني ايه شدته على كيس بلاستيك؟ حضرتك اولا انا جوز اخته، بس هي قتلته هنا وبعدين قتلته هنا ايه، بسكينه الاول؟ طرفها اللي هي خبطته بالانبوب وشيشه هنا، وهو في المقاومة البنت بنتها شافتها وهي بتشده من هنا للحمام. بعد ما شفت الحمام بقيت دي تملى الجردل مية، ده كلام بنتها، تملى الجردل مية وكب عليه، غسلته بهدومه، غسلته بهدومه حضرتك. وبعد ما غسلته لبسته الجلابية اللي هو خارج بيها بالليل مع صاحبه اللي هو كان شارب معاه الشاي. لا معلش، هي ضربته الاول بالسكينه ولا بالشيء؟ انبوبه حضرتك. اول بالانبوبه. انبوبه وهو كان نايم ممدد هنا بيتفرج على التلفزيون بالساكة، هو ايه قاعد قدام التلفزيون. شدته الحمام. وهو كان لسه صوته وبينده على اخوه جاره يا حمدان بصوت طبعا، وطبعا بعد ما خبطته جابت السكينه فتحت له من الحمام؟ لا هنا لسه من الكليه للكبد 18 سنتي. بعد ما خبطته على دماغه مرتين ثلاثة ولسه في الروح وبيندى على اخوه لحد ما جرجرته بره وبيندى على اخوه، كان لسه في الروح. جرجرته بره فين؟ على الحمام يعني؟ جرجرته على الحمام ولسه في الروح. كان في حضرتك مطرقه اللي هو الشاكوش بتاعه وعديته طبعا للورشه اللي هي الطرقه الواسعه دي، خبطته ثلاث مرات قدام بنتها برضه في نفس الطرقه. وبعد ما خلصت حضرتك لبسته ورميته قدام البيت، جيت انا طبعا واحده صاحبتي. شدته ازاي برضه؟ على كيس البلاستيك اللي هي اعتبرت بيه كيس مشمع، عشان ما سيبش اثر حضرتك. انا واحد اتصل عليا جيت لقيته مرمي، مش ده اللي يموت كده، والله العظيم ما ده اللي يموت كده، والله العظيم ما ده اللي يموت كده. حرام، عشان ده كان اكبر اخ ليا، والله العظيم حرام. قول لي، هو يعني لما كان في مشاكل بينهم كتير وكان بتسيب مش لا طبعا مش لا طبعا كانت بتسيب البيت بالسنه وبتغضب وبتاع؟ مره كانت غضبانه فيها، كنت انا وهو بنجيب رخامه من عندنا بتاع الخشب، رخامه مطبخ هيوديها عند عروسه عشان طلع من غير المطبخ، مطبخ طلع من غير رخامه. رحت معاه اتصلت عليه قالت انا خارجه، قال لها مع السلامه. دي اخر مره غير ايه؟ ما طلقهاش؟ ما طلقش. قال لها مع السلامة. كانت بتغضب وتمشي ليه؟ لما
من لا مش من نفسها، اسباب، اسباب مشاكل مع الام، اسباب مشاكل مع السلايف، بحكم اللي قعدت في بيت لوحدها كمان وعاملة مشاكل، حتى الجيران بيشتكوا منها. عاملة هي عايش ده بيتها لوحدها. اه ده بيتها لوحدها هي. امال المشاكل مع السلايف ازاي؟ المشاكل حضرتك لما برضو ما الام مثلا ما تيجي تلاقي حاجه غلط في البيت تتكلم برضو، ما دي حامه وتلاقي حاجه غلط، عيال متبهدلين. اصل طريقه القتل دي واحده مجبوطه من واحد. حضرتك ده السر اللي احنا مش، انا مش عارف ليه عامل كده ليه. ضغط عليها بقى يعني ما كانتش عايزه تعيش واضح. حضرتك قالت انا خايفه لا يطلقني. خايفه لا يطلقها؟ لا لا العكس. كل اللي قالته في النيابه خايفه لا يطلقها. ايه عشان الاولاد ما بهدلوش. ما انت يتمت اب اولاد من اب وام في نفسي في يوم واحد. لا مش، لا بالعكس. لا خافت لا يسيبها فتموته. حضرتك هو ده الدافع؟ انا ما دافع ايه؟ العكس بقى، هي عايزاه تسيبه، عايزه تسيبه ومش هي. بس هي غضبت كذا مره، اكبر غضبت سنه. حضرتك ده حضرتك سنه، حضرتك سنه، هو متجوزه بقى 10 سنين. هو مش مبرر انها تقتله حتى لو متخانقين مع بعض. لكن انا بفهمك دي راس الحيه، راس الحيه اللي هي ببيتها دلوقتي اللي هي امها، هي دي اللي مسلطه. في واحده حضها، شفت حضرتك في واحده تشيل عد عزال من عزالها او بطاطين او مفارش او 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 تودعها عند دار اهلها واكلها وشربها وبطايق تموين توديها لدار اهلها، حاجات بطايق تموين بحكم ان مفيش مراقب عليها محاماتها. بتبري اهلها دي حاجه مش وحشه يعني. حضرتك ماشي مش على حساب ده، مش ده الراجل شغال يوم بيومه، يوم في رزق يوم مفيش، ده رزق بتاع ربنا. وكل اللي بيجي بينظف في البيت. هي ادب اكلها لطيف بس لو بتساعد اهلها يعني مفيش حاجه يا جماعه. بس انا قصدي انت بتقول ان ان ان, إن, إن حما دي كانت بتيجي تتخانق معاها هنا؟ لا لما بتيجي تشوف، انا بقول لك هي كانت فعلا بتيجي ما بتتخانقش لما بتشوف. بس دي حتى لو كانت بتيجي تولع فيها ده مش مبرر انها تموت. عشان يعني اقول الحقيقه انا مش بسالك كده عشان تقول لي مش عارفه ايه. انا حتى لو بيتخانقوا ويقطعوا بعض ده مش مبرر انها تموت. الوقت اللي هو مقرب للناس ليه؟ اه كانت طبعا ايه؟ اول حاجه انا من شهرين ونص من قبل الواقعه ما جاتش هنا. بسبب طبعا اخر مره لما جت غضبانه بتقول لي انا هطلق، قلت له يا ابني ما ينفعش. ليه؟ قلت له معاك ثلاث عيال عشان خاطر ولادك ما يتبهدلوش، وانت مش حمل نفقه هتدفعها كل شهر. ودهم ثلاث عيال. وانت راجل شغال يوم بطل 10. ما ينفعش. قال لي قلت له يا عم طول بالك هاتها واتركها، بس ده مش حل ان انت تطلقها. قال لي يعني ايه؟ قلت له ده مش حل. في يوم كنا حضرتك كنا هنا قعدنا شويه، الواد زياد انس زياد ابن الصغير كان معانا، طبعا هي كانت عند ابوها. المهم قال لي قلت له تعالى روحنا عند عربي جوز اخت شويه. المهم روحنا، الواد عيط يا معلم المكنه بتاعت الموتوسيكل، قال لي هوديه ايه واجي. حضرتك في اليوم نفس اليوم الواد دلوقتي فيه انا استغربت هي جت معاه ازاي، بحكم هي غضبانه بقالها شهر ونص اخر مره. يعني هي جايه مخططه ومدبره بأس الحيه امها، هي دي أس البلاوي كلها. بس انت بتقول كده بتتخانق مع سلايفها برضه؟ اه ده في الاول حضرتك قبل البيت، يعني المشاكل واللي يعني السبب، يعني بس هو ما هنهاش عشان تخرج. حضرتك في يعني ما فيش مره بتزق جوزها. ايوه كانت بتتخانق مع سلايفها وحماتها يعني قصدي. ده الاول لما كانوا عليها سوا، بعد كده بعد في قعد في بيت لوحده، بعد كده وضبوا كل واحد بيت وقعد في بيت. خياطه كانت بتروح الحضانة، يعني ست عائله كامله مش كده. دي مراته؟ اه انا هي اللي دي. وانت كنت بتتخانقي معاها حاجه؟ انا ولا قاعده وياه ولا قاعده وياه، اقسم بالله ولا قاعده وياه، ولا كنت بقعد اكل معاها ولا اشرب معاها ولا اي حاجه تمتكوه. والله والله يا بنتي انا ببلد لهو اجي اشق يا طب وامشي، حسبنا الله ونعم الوكيل. تجربي يا فاطمه في الاربعه يتقطعوا ويترموا في الترع بحق بركه النبي، بحق قلبي حزين على ابن الدم اللي ده مش هيروح هذا. يعني هو بعد ما ضربته بالانبوبه كان بيقاوم يعني على الحيطان؟ كان بيقاوم
لقينا ايده اسلم مرت اخوه وانا جارته كان بيقاوم كده عشان يقوم ايده على الحيطه ايده على الباب راحت مجرجراه خايفه بقى ايه يروح نادي اخوه اللي هو جوزي هيقتلها لو شاف اخوه في النفس ده هيقتلها راحت جراه وقالت لبنتها 7 سنين في سنه اولى في المدرسه قالت لها لو قلتي انا هذبحك ورقادك ريحي الوقت يعني راضي سلفي الله يرحمه قال لها روح اندهي لابوك حمدان اندهيله البنت طالعه راحت مجرجراها قالت لها هذبحك ورقادك ريحي ليه؟ ليه احنا مش عايزين حقين ده هو بنت تقول هاتي لابويا هاتي لابويا اجيب لابوه منين؟ قالت ايه؟ قالت ان هو كان راقد نايم هنا ضربته بالانبوبه؟ لا البت بدايه الكلام معاه الروايه ما شافتهوش اللي هو بتشده وكان لسه في الروح بيندع تشده في الحمام هو على كيس مشمع بعد ما يطلع كيس الشاكوش والحاجات دي فين؟ الشاكوش ده حضرتك الانبوبه مع النيابه لا يعني الانبوبه دلوقتي ضربته هنا بالانبوبه وبالشيشه هنا برضه هنا وبالسكينه هنا السكينه هنا لسه في الروح على الحمام اخوها هنا وهي سامعه يا حسيتي زي ما انت صحيت على حس بابا وهو بيصرخ بالليل وطلعت شدته وكان في شاكوش طبعا العده كانت مبحتره كده بحط من الورشه ضربها بالشاكوش ضربها 3 4 مرات حتى الشاكوش بعدها ب 10 ايام او 8 ايام يا رب بالظبط لقينا الشاكوش ما بين تحت غطا البوتاجاز طب الحق اشمعنى الحمام خليته الحمام ليه؟ شطفته بقول لك هي شافت بتكب عليه بالجرده للميه عشان دم يعني عشان تغسله حتى وهو لابس لبسه الداخلي طقم كلسون طب وليه طب ما ترميه بره بدمه ايه المشكله؟ حضرتك ما اعرفش بقى اللغز ده عندها هي اه مش عايزه تبين ان كان في حاجه في البيت يعني حضرتك ليلتها مثلا غسلت الحصر ونضفت بس في اثارات من الحكم هي عايزه تبين حد يعني قتله ورماه قدام البيت يعني انت جالي في كلام حضرتك هي نضفت طب قومها عشان ما تسمعش كلامنا ده بقى نضفت البيت بالكامل حضرتك بس هي من حجم الدم حتى اثر الدم هنا حضرتك اهو اثر الدم اثر خفيف وناشف اثر الدم ناشف وكان في دم هنا وغسله بالميه حتى مكان الدم هنا اهو هو بعد ما ضربته ممكن يكون قاوم لسه في الروح وبيندع لاخوه بيقول يا حمدان يا حمدان حضرتك بعد ما غسلت لبسته الجلابيه اللي هو خارج بيها بالليل وشدها في مشمع ولانها مرمي قدام الدار وكلسوم بتاعه مقلوع وكله دم ومرمي على وشه الساعة كام حضرتك الناس شايفاها الساعة 4 صلاة الفجر في أذان الفجر بالظبط والمباحث عرفت ازاي ان هي بقى احنا اللي بلغنا لما طبعا هي اول ما شافت في هنا عمه وجاره نادى عليها حس واحد نادى طبعا لما في واحد كان معدي كش لوحده نادى على كذا واحد من الشارع قال لهم كان في بلوه قدام بيت اخوك. جم شافوا برنار الكشاف طبعا عرفوه. عرفوا ازاي ان مراته اللي عملت كده؟ لما الحكومه جت يعاينوا خدوها هي طبعا الاولاد سالوا الشاهد اللي هو كان قاعد معاها ليلتها ومشي الساعه 11 قالت لهم انا جيت انا جيت بالليل كنت كان هو ماسك معايا الشيشه اتكسرت منهج الدلق والشيشه اتكسرت قلت له يا حبيبي اقف قدامي كده انا اقول لك 5 عشان الكهرباء كانت قاطعه معنى كلامها هي اغسل الحصن وانشرها بعدها بنص ساعه طول الناس اغراب 3 غرب هو ما يعرفش غرب هو ما يعرفش ناس غرب القصه ايه قالت ايه 3 غرب جم خدوه جم خدوه ولا خليك انت انا هروح معاهم مشوار وهاك انا معايا المفاتيح اقفل وخش نام حتى وكيل النيابه بيقول لها ازاي حد يجي ياخد جوزك ما تعرفش هو رايح فين وناس اغراب مين ده كلامه ده بالنسبة لكلامها هنا اللي قالته تحت قالته هنا في المنظرة قالته في أوضة النوم عرفت مين بقى يعني قرت ازاي بقى خدوه حضرتك ان بص لما هم عرفوا لما دخلوا لقوا اثار خفيفه دم هنا وعلى الريموت بتاعه بتاع التلفزيون حاجات ما خدتش بالها منها بقى اثار دم خفيفه حضرتك وقت في لطش الدم في الباب ده ولطش الدم في الباب ده خفيفه خالص بحكم الباب احمر دم ناشف ده دم ناشف وفي دم هنا حضرتك هو مغسول الجماعه غسلوه من كتر كميه الدم اللي كانت عليه يعني ضربته بالانبوبه والشيشه هنا وبالسكينه جرح 18 سم ف
فضل يقاوم وبعدين فتحت الباب ده، شدته على بلاستيك، جرجرته، وديته الحمام، غسلته ولبسته الجلابيه اللي كان لابسها بالليل عشان يبقى خارج يعني، وراحت رميها بره. طبعا هي واخده بالها اللي احنا هنيجي نكرم الميت دفنه، هي مفكره دي ده الطب الشرعي. لا احنا اتصلنا وبلغنا الغفر، الغفر بلغوا المركز، المركز بلغ الدنيا بحالها ساعه ونص، كانت الدنيا مقلوبه هنا. ايه اللي ممكن يخلي الست تعمل كده في جوزها؟